السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على كورس جديد. الكورس ده يخص السيستم ديزاين كورس. الحقيقة ده كورس مهم جدا لأغلب الناس اللي شغالة في مجال السوفت وير، بحيث إن هما إزاي يعملوا ديزاين للسوفت وير بتاعهم لما بيجي لهم ريكويرمنت أو بيجي لهم أبلكيشن جديد. فأنت بتبدأ إن أنت عايز تعرف أو بتعمل استيميت أو بتعمل هاي ليفل ديزاين. طب هتستمت ازاي؟ طب انت بتفكر في السيستم او الديزاين بتاع السيستم ازاي؟ هتقسم الاركتكتشر ازاي؟ بناء على ايه؟ فالكورس بتاعنا هنا في السيستم ديزاين هو بيدي لك الجايد لاينز بتاعتك اللي انت تقدر تستخدمها، بحيث ان انت ازاي تتعامل مع السيستم بتاعك. وهنتكلم في السيستم ديزاين على بعض التوبكس. اول حاجه هدي لك انترودكشن على السيستم ديزاين، تمام، وافهمك يعني ايه هو سيستم ديزاين. هكلمك على الديستريبيوتد سيستم وفايدته ايه. هكلمك على البرفورمانس ماتريكس للسيستم ديزاين. يعني دلوقتي لما اجي اقول لك انا عايز اشوف السيستم ديزاين انت عملته ده محقق لي ايه، او البرفورمانس ماتريكس بتاعته ايه اللي انا على اساسها هقيس اذا كان السيستم ديزاين ده كويس مظبوط بيحقق لي اللي انا عايزه ولا لا. اتكلم على بعض حاجه اسمها الباك اوف انفلوب ماس، دي ازاي تعمل استيميت للديزاين بتاعك، تمام، بناء على بعض الريكويرمنت بتاعتك. هبدا اتكلم على الاسكيلابيليتي واتكلم عليها من خلال الهوريزونتال والفيرتيكال سكيلينج، واقول لك يعني ايه اسكيلابيليتي. اتكلم على اللود بلانسرز او لود بالانس، مهم جدا تعرف هو ايه اللود بالانس ده وايه هي انواع الراوتينج بتاعته وفايدته ايه وهيفيدنا ازاي. هبدا اكلمك على الكاشنج، تمام، مهم جدا الكاشنج. في عندنا اربع انواع للكاشنج، يبقى ممكن في الدي ان اس كاش وفي السي دي ان كاش وفي الداتابيز كاشنج وفي الابلكيشن كاش. هبدا اكلمك على الداتابيز ديزاين والسكيلنج بتاعته، هبدا اكلمك فيه على البارتيشننج وهكلمك على الريبليكيشن، تمام. وبعد كده هنبقى نعمل هنا سيستم ديزاين اكزامبل على، او انا مسميه سيستم ديزاين انترفيو كويشن. هيجي يقول لك والله انا عايز اعمل سيستم ديزاين لحاجه معينه، ازاي تبدا تفكر. وان احنا عملنا فيديو من الفيديوهات بنتكلم فيه عن ان احنا ازاي نعمل ديزاين للفيدز بتاعت الفيسبوك. النهارده هنعمل سيستم ديزاين لليوتيوب. ده بالنسبه للكونتنت بتاعتنا. بعد كده انا عايز اكلمك على الانترودكشن بتاع السيستم ديزاين. طيب اولا يعني ايه سيستم ديزاين؟ سيستم ديزاين هقسم لك الكلمه بتاعتنا الى ان انا عندي سيستم، والسيستم ده انا هعمل له ديزاين. طب السيستم ده عباره عن ايه؟ السيستم ده عباره عن ديفرنت كومبوننت. كيف الديفرنت كومبوننت ديت؟ دي بتتعمل بناء على سبيسيفايد ريكويرمنت معينه، صح؟ طيب الديفرنت كومبوننت اللي اتعملت دي انت المفروض بقى تشغلها مع بعض. هتشغلها ازاي؟ يبقى انا بتكلم بقى ده الديزاين بتاعي. How efficiently the assembly of different components is done. ازاي هيحصل communication؟ ازاي هيحصل coordination؟ كل الكلام ده هيتم ازاي؟ يبقى احنا عرفنا هنا السيستم وعرفنا هنا يعني ايه كلمه ديزاين. طب مفهوم بقى الديفينيشن بتاع السيستم ديزاين هو ايه؟ قال لك هو عباره عن process of defining element زي الموديولز او الموديول اركتكتشر او الكومبوننت بتاعتك والانترفيس بتاعتها كمان والداتا فور السيستم بيزد اون سبيسيفايد ريكويرمنت. يعني انت بتتكلم على الموديول اركتكتشر، الكومبوننت اللي جوه الموديول اركتكتشر، وازاي الانترفيسز دي هتتعامل مع بعض، وازاي الداتا دي هتتنقل او ايه هو الداتا فلو اللي هيتم ما بين الكومبوننت دي. وده باختصار يعني ايه سيستم ديزاين. تاني سيستم ديزاين هي بروسيس بتعمل فيها ديفاين للاركتكتشر وديفاين الكومبوننت اللي جوه الاركتكتشر وديفاين للانترفيسز اللي هيبقى كل انترفيس مسؤول عن الكومبوننت دي، ازاي هيحصل لها عمليه كوميونيكيشن او الداتا بتاعتك هتبقى بتوين الكومبوننت دي كداتا فلو هتبقى ماشيه ازاي. كل الكلام ده كله بيبقى بيزد على سبيسيفايد ريكويرمنت، لان الريكويرمنت لو اختلفت اكيد الاركتكتشر هيختلف، اكيد الكومبوننت والانترفيس والداتا
فلو هتختلف. تمام، ده بالنسبه هنا للجزء ده. طيب نيجي بعد كده، هو بيدي لك امثله هنا. تمام، نفترض ان انا عايز ابيلد ابلكيشن او لارج ابلكيشن زي الفيسبوك او زي اوبر او زي انستجرام، تمام، او واتساب او يوتيوب أو... انت واخد بالك هنا اكيد ان كل تطبيق من دول زي ما انت شايف كده له استخدامات معينه، يعني انستجرام، الفيسبوك، الاوبر، واتساب، يوتيوب، كل واحد من دول له فيتشرز مختلفه. تمام، عشان كده او له ريكويرمنت مختلفه، عشان كده لازم اخلي بالي ان انا عندي نوعين من الريكويرمنت، عندي نوعين من الريكويرمنت. اول حاجه اسمها فانكشن ريكويرمنت، ومقصود بكلمه فانكشن ريكويرمنت دي الفانكشنز اللي انت هتعملها في الابلكيشنز بتاعتك. وفي حاجه تانية اسمها نون فانكشن ريكويرمنت. النون فانكشن ريكويرمنت دي مش حاجه مرتبطه بالكود، لا دي حاجه مرتبطه بان انت بتتكلم على الافيلابيلتي، السكيلابيلتي، الريلابيلتي، السكيورتي، في حاجات مختلفة تماما عن الفانكشن ريكويرمنت. طيب أمثلة على الفانكشن ريكويرمنت زي مثلا فانكشن تعتمد فيها أبلود لفيديو، عايز تحسب الفيوز قد إيه، اللايكس، الكومنتس، عايز تعمل سيرش فانكشن، دي ما يقصد بيها بالفانكشن ريكويرمنت. فالنون فانكشن ريكويرمنت قال لك تخلي بالك كلمة any video uploaded by the user shouldn't be lost، يبقى أنت بتتكلم دلوقتي أنت مش عايز الحاجة اللي أنت ترفعها سبب لوست، فده دلوقتي أصبح إن أنت بتتكلم على في كومبوننت، هتكلم كومبوننت لما اليوزر يرفع الفايل ده، فأنت مثلا هتحطه في مسجنج كيو أو هتحطه مثلا في حاجة زي الكافكا أو مسج كيو زي أكتيف إم كيو. دلوقتي أنت بتتكلم إن أنت كنوع من أنواع إن أنا دخلت كده دلوقتي هنا إيه في إن أنا كانوا مع الافيلابيلتي والسكيلابيلتي والكلام والريلابيلتي والكلام ده كله. تمام، ما حصلش داون تايم، داون تايم ده من السيستم بتاعك يقع، يعني انا دلوقتي عايز اروح الابلكيشن بتاعي افتحه فلقيت السيستم واقف، هنا ما فيش افيلابيلتي. تمام، الحاجه الثانيه ان السيستم شود بي ايزيبل او ايزلي سكيلابل، سكيلابل او معنى كلمه سكيلابيلتي ان انا دلوقتي طول ما السيستم بتاعي شغال فاكيد هيجيب يوزرز كتير، فلما بيحصل جروينج لموضوع لمجموعه يوزرز اكتر من المتوقع، هل السيستم بتاعك سكيلابل ان هو يهندل الجروينج ده ولا لا؟ فده ما مفهوم هنا اسمه ايه؟ السكيلابيلتي. يبقى ده هنا النون فانكشن ريكويرمنت. تمام؟ ده بالنسبه هنا ان احنا عرفنا ان الريكويرمنت حاجتين، فانكشن ونون فانكشن ريكويرمنت. يبقى انت هنا بناء على بقى خلي بالك ان الفانكشن ريكويرمنت دايما هتلاقي متغيره، مش لازم كل السيستمات تبقى فيها نفس الفانكشن ريكويرمنت ونفس الاركتكتشر ونفس كل حاجه. وبالتالي هنا السيستم ديزاين اختلف كتعريف بيزد على سبيسيفايد او سبيسيفيك ريكويرمنت بتبقى موجوده عندي. ليه انا محتاج السيستم ديزاين؟ احتاجه ليه؟ اول حاجه انا محتاج ان انا اسكيل الابلكيشن بتاعي بطريقه سهله، لان لما بيحصل ان في النمبر اوف يوزرز بتاعي بيحصل له عمليه جروينج اقدر انا اعمل سكيل ما يقعش. تمام، كمان ان السيستم ما يحصلوش نو داون تايم. تمام، ده مهم جدا لان من كتر ما اليوزرز بتزيد ممكن يكون في هيت على السيرفر، فازاي ان انا اعمل له سكيل بطريقه كويسه. تمام، محتاج ان الابلكيشن بتاعي يكون فيه لو ليتنسي، وهنتكلم على الليتنسي قدام، يعني بمعنى صح ان انا لما اطلب ريكويست او انادي ريكويست او اعمل كول ريكويست لازم يرجع لي بسرعه ما يبقاش فيه بطء عندي. تمام، ازاي ان السيستم بتاعي لازم يكون عنده مالتيبل كوبيز اوف سيرفر، احنا هنا بنتكلم على ان احنا سكيلينج، هسكيل دلوقتي هوريزونتال فانا عندي مالتيبل كوبيز اوف سيرفر، مالتيبل كوبيز اوف سيرفر. تمام، عشان ما يحصلش عمليه هنا ايه الداون تايم. طيب كمان ان انا عايز ان اللود بتاعي يتوزع اكروس اول سيرفرز، انت بتتكلم ان انت عايز لود بالانسر كويس عشان اقدر ان انا اوزع الريكوستات اللي جايه لي. تمام، ازاي اخلي الكومبوننت بتاعتي تكون ريوزابل، ده شيء مهم جدا في عمليه الريوزابيلتي. تمام، ازاي اخلي الكومبوننت بتاعتي دي تشتغل مع بعض، شود ورك توجذر از ا سيستم او از ا وان يونت. تمام، ده الكوميونيكيشن والكوردينيشن اللي بتوين الكومبوننت. تمام، ازاي اخلي كل كومبوننت بتورك ات اتس بيست افشنسي،
وهنعرف قدام ان الافشنسي مهمه جدا، او الكفاءه بتاعه الكومبوننت بتاعتي. تمام؟ ازاي ان السيستم بتاعي هي able to sync across multiple same types of server for data consistency. مهم جدا. انا عندي اكتر من كوبي او اثنين سيرفر، دول ممكن يكون لهم داتابيز مختلفه، او حتى لو نفس الداتابيز، ازاي احافظ على الكونسستنسي اللي موجوده دي؟ تمام؟ احنا هنعرف ان احنا عندنا في حاجه اسمها فول كونسستنسي، وعندنا حاجه اسمها ايفينشوال كونسستنسي. تمام؟ فده مهم جدا في النقطه اللي احنا بنتكلم فيها على انتروداكشن تو سيستم ديزاين. هبدا اتكلم بقى على الديستريبيوتد سيستم. هو انا يعني ايه كلمه ديستريبيوتد سيستم؟ طبعا بالعربي الاسم صعب، او الانظمه الموزعه. يعني انا بالنسبه لي استصعبت الاسم بصراحه. تمام؟ طيب يعني ايه ديستريبيوتد سيستم؟ الديستريبيوتد سيستم احيانا بيعرف باسم ديستريبيوتد كومبيوتنج. لو انت شايف كده، هنا 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 عباره عن كمبيوتر وفي كونكشن ما بين كل دول. تمام؟ بالشكل ده. فما بيطلق عليه الديستريبيوتد كومبيوتنج او الديستريبيوتد سيستم. تمام؟ قال لك خلي بالك، هو عباره عن سيستم with multiple component. multiple ايه؟ component located on different machines. تمام؟ بيحصل لها عمليه communication او coordinate للاكشن in order to appear as a single system to end user. يعني في الاخر كل دول هم different ماشين، بس في الاخر بيبانوا as one system. تمام؟ في الاخر بيبانوا as one system. جميل؟ ده ما يعرف باسم الديستريبيوتد سيستم. طب البنفيتس بتاعتي ايه؟ اول حاجه في البنفيتس بتاعتي هي السكيلابيلتي. ان انا عندي هنا حاجه اسمها هوريزونتال سكيلابيلتي. هوريزونتال سكيلابيلتي ماشين 2 3 4 5 وفي الاخر كلهم عباره عن سيستم واحد، فانا دلوقتي اقدر اسكيل هوريزونتال. تمام؟ ده نتيجه ان انا دلوقتي بقى عندي اندبندنت اون اتش نود، وبيديني في الاخر ان الاديشنال لود دي اقدر اضيفها بطريقه سهله، ما بقاش فيها عندي انكسبنسيف في حاله الاضافه. واحنا قلنا يعني ايه سكيلابيلتي؟ السكيلابيلتي فيها حاجتين، فيها هوريزنتال وفيها فيرتيكال. وانا مش هتكلم عن الاثنين دلوقتي لان انا اوريدي شارحهم قدام. تمام؟ الريلابيلتي. الريلابيلتي او الاعتماديه، زي ما انت شايف كده احنا عندنا نود 2 3، عندنا 5 نود دلوقتي. هل لو في نود من دول وقعوا، هل السيستم او ال1 يونت دول هيتاثروا؟ يبقى اذا عمليه ان انا اقدر اكفر لو في 1 يونت عندي او 1 نود عندي ما هياش افيلبل دلوقتي، السيستم ما يتاثرش، والسيستم يقدر يرسبونس بالنسبه لك للفانكشن بتاعته بطريقه سهله. هو ده مفهوم الرياليتي. يبقى هنا قال لك خلي بالك ان موست ديستريبيوتد سيستم بتبقى هنا ايه؟ فولت تولرانس. فولت تولرانس يعني بمعنى اصح ان لو السيستم او في بعض النودز من السيستم اصبحت unavailable، فالسيستم يبقى كابل ان هو يدي لك نفس الفانكشناليتي بدون ما يتاثر. فده مفهوم كلمه reliability. تمام؟ The system doesn't experience any disruption if a single machine fails. ده مفهوم كلمه reliability. تمام؟ البرفورمانس طبعا مهم جدا. خلي بالك نتيجه ان هو بيحصل الهوريزونتال سكيلابيلتي و بيدي لك عمليه الريلابيلتي مهمه جدا. خلي بالك دايما ان الاسكيلابيلتي والريلابيلتي مرتبطين ببعض شويه. تمام؟ البرفورمانس هنا هتلاقيه بيديك اكستريم افيشنت. ليه؟ لان الورك لود هنا بيشتغلوا او بيسنتوا از سنت تو مالتيبل ماشين، او لو بيحصل عمليه ان الورك كان بي بروكن اب اند سنت تو مالتيبل ماشين. يعني بمعنى صح هنا إيه؟ انت هنا لو مين سيستم وام نتيجه للريلابيلتي اللي موجوده مفيش حاجه اتاثرت، ستيل البرفورمانس زي ما هو. تمام؟ والخمس شغالين مع بعض البرفورمانس اعلى. فنتيجه لكده البرفورمانس او البنفيتس اللي جايه من الديستريبيوت سيستم بيديني جريت برفورمانس جدا، ومفيده جدا ان انا اخلي الابلكيشن بتاعي يكون كويس جدا. طيب نيجي بعد كده نتكلم على التشالنج اللي موجود عندي. اول تشالنج قبل ما اتكلم على السكادولينج، انا هتكلم على الليتنسي. الليتنسي مهم جدا. انت بتدي لك، لو انا بعمل كل الاي بي اي فلازم يديني فاست ريسبونس.
نتيجه ان انا عندي different nodes. تمام، فطبيعي ان ممكن يكون الريسبونس او الليتنسي بتاعتي يبقى فيها مشكله، مكان اللوكيشن بتاعي مختلف، الكوميونيكيشن بتاعتي ما بين التو نودز فيه مشكله. تمام، فممكن في الحاله ديت يديني ان انا عندي هنا more latency you can experience with communications. تمام، طيب الحاجه الثانيه السكيدولينج. تمام، نتيجه ان الديستريبيوشن سيستم عندها مشكله مع ازاي تتسايد which jobs need to run. تمام، لان دلوقتي انا عندي هنا نود هنا ونود هنا ونود هنا ونود هنا، لو انا عندي نفس الحاجه موجوده او الجوبس بترن على كله مع بعض في نفس الوقت، فيبقى عندي مشكله ان انا مش عارف انهي نود هترن الجوب دي. تمام، فممكن يحصل ان في اكتر من كذا نود ترن نفس الجوبس دي. تالت حاجه حته الاوبزرفابيلتي، حته الاوبزرفابيلتي او المراقب. انت هنا بتقعد تراقب البعض المتريسيز او بتعمل مونيتنج للسوفت وير او مونيتنج للهارد وير بتاعك عشان تشوف البرفورمانس بتاع السيستم ده اوكي ولا لا، فده ما يطلق عليه حاجه اسمها اوبزرفابيلتي. يبقى انت هنا هتجذرنج وهنتكلم عليها برضو قدام بعض البروسيسنج والبرزنتنج اند مونيتنج الهارد وير والسوفت وير عشان اطلع شويه متريسيز اقدر استخدمها عشان اعرف البوتل نيك بتاعتي هي فين. تمام، في الاخر تقدر تطلع هنا شويه بقى متريس خاصة بداشبورد، في بعض اللوجز، في بعض التريسنج، لو حصل مشكلة عندك تقدر انت تتريس الكلام ده وتبدأ تعرف الدنيا دي فيها ايه. تمام، ده بالنسبة هنا للديستريبيوتد سيستم. طيب عندنا انواع للديستريبيوتد سيستم. كان اول نوع عندنا في الديستريبيوتد سيستم حاجة اسمها كلاينت سيرفر. ده انت شايف كده، ده الكلاينت ولا السيرفر ده الانترنت. تمام، الكلاينت هنا هيكونكت السيرفر عشان يجيب هنا ايه داتا، وبعد كده السيرفر هياخد يعمل فورمات للداتا ديت ويديسبلاي للاند ايه يوزر. تمام، بعد ما يبعت الداتا ديت للكلاينت او الكلاينت هو اللي هيعمل فورمات للداتا دي كده. وده يعني كان بدايات خالص، يعني العمليه دي كانت بدايات، يعني بدايات الديستريبيوت سيستم. تمام، بعد كده ال 3 تير اللي هي بالشكل ده كده، عندك هنا برزنتيشن تير واللوجيك تير اللي هو السيرفر او ده الكلاينت والسيرفر والداتا بيز او الداتا تير، فبيطلق عليها 3 تير دايما، برزنتيشن تير او فيو، اللوجيك تير ده اللي فيها اللوجيك بيزنس بتاعك، الداتا تير دي اللي مختصه بالداتا بيز. تمام، بعد كده الان تير، الان تير ديت هي يعني حاجه بالشكل ده كده قريبه شويه لل 3 تير بس الموضوع بقى اكبر. يعني ايه؟ بقى عندك هنا حاجه اسمها واف، اتكلمنا على الواف ده قبل كده خاصه بالسكيورتي، ده هنا الكلاينت بتاعك او الفيو، الويب تير بتاعك. تمام، بعد كده عندك هنا مسجنج. تمام، بعد كده في ميدل وير او في انتجريشن ميدل تير موجود عندي. طب انا عندي هنا كاشنج بالشكل ده كده، طب انا عندي هنا داتا بيس، واخد بالك هنا، فبقى تير 2 3 4 5 6. تمام، يعني في الاخر انا عندي الموضوع بقى كبير شويه، واغلب المشاريع الكبيره تتجه للان تير بالذات، خاصه لو انت بتعمل مشروع في جزء مرتبط ما بين ان انت عندك الواف اللي هو الخاص بالسكيورتي اللي هو الفايرول، وبعد كده بتخش على الويب تير بتاعك. تمام، وبعد كده تبدا تتكلم بقى ده انا عندي مسجنج عشان هبدا في انتجريشن مع الانتجريشن تيم، فانا هبقى احط المسج في المسج كيو والانتجريشن تيم هياخد المسج ديت، وبعد كده الانتجريشن تيم ده اللي هيروح يكلم سيستم تاني خالص، فيبقى هنا مثلا ريموت سيرفيس بالشكل ده كده عشان يجيب لها فاليوز، وبعد كده ارجع لي، وبعد كده نبدا نحط في الداتا بيز. تمام، فده الان تير. بعد كده البير تو بير. تمام، البير تو بير ده هو بيتكلم ان انا ما عنديش هنا سنتر سيرفر، لا انا زي ما انت شايف كده ايه، ادي بير بالشكل ده كده، ادي بير بالشكل ده كده، ادي بير بالشكل ده كده، كله بيحصل عمليه كوميونيكيشن بتوين بعض. تمام، وبالتالي في الاخر بيديني هنا يوزد تو بروفايد سيرفيس اور مانج ريسورس. الريسبونسابيلتي بتاعتي هنا بيحصل لها عمليه ديستريبيوتنج امونج الماشين ان ذا سيستم او نون از بير. تمام، وممكن يبقى واحد من دول اسمه كلاينت وواحد من دول اسمه سيرفر، وبالتالي هنا الكلاينت ممكن يحصل عمليه كونكت ما بين وان اور مور تور او وان اور مور بيرز بالشكل ده كده، ويتش كان السيرفر اي از از يور كلاينت اور سيرفر. تمام، ده بالنسبه هنا للبيرز. اغلب الكومن ديستريبيوتد سيستم بتتجه للجزء بتاع مين؟ الشكل الان تير. تمام، بالنسبه لموضوع الديستريبيوتد سيستم بالشكل ده.
نبدأ بقى نتكلم على جزء جديد خاص بالـ performance matrices for the system design. أنا عايز أبدأ أشوف الـ performance matrices. أولا إيه هي الـ matrices اللي موجودة عندي؟ أول حاجة عندي هنا scalability، دي أول نوع، reliability، تاني نوع، availability، تالت نوع، تمام؟ في عندي كمان هنا حاجة اسمها efficiency، ده رابع حاجة، في عندي حاجة اسمها manageability. يبقى أنا عندي خمس حاجات هتكلم عليهم، هتكلم على scalability، availability، reliability، efficiency و manageability. طيب خلينا نتكلم بقى واحدة واحدة عن كل واحد من دول. كلمة scalability أنا قلت لك إن أنت لما السيستم بتاعك يحصل عملية growing لليوزرز وبالتالي هيحصل إن الريكوستات هتبقى كتيرة، تمام؟ فهنا أقدر أقول إن السيستم بتاعي كابل إن هو يهندل كل الجروينج ده، يبقى معناه إن السيستم بتاعي سكيلابل، تمام؟ يبقى هنا إحنا بنتكلم على إنها هنا إيه؟ الـ ability of the system to grow and manage and increase traffic، تمام؟ أو الـ increase the volume of data or requests، تمام؟ ده بالنسبة لكلمة scalability. طيب الـ reliability، اتكلمنا على الـ reliability والـ fault tolerance، إن طول ما السيستم لو حصل فيلير في أي نود هو يقدر إنه يكفر نفسه ويقدر إن هو يبدأ يشتغل زي ما يكون ما حصلش حاجة، تمام؟ يبقى هنا الـ ability of the distributed system to deliver its service even one or several of its software حصل لها إيه؟ fail. يجي هنا سؤال مهم جدا، هو ازاي انا احسب المين تايم بتوين فيلير؟ يعني مثلا دلوقتي انا نفترض ان انا عندي سيستم، السيستم ده يعني بيحصل له مثلا على مدار ال سي مثلا في اليوم بيقع كذا مره، بيحصل له داون كذا مره، فانا عايز اعرف ايه هو المين تايم، تمام؟ او متوسط يعني الفيلير اللي بيحصل بالشكل ده كده. متوسط او اللي هو الافريج اوف تايم بتوين السيستم بريك داون، تمام؟ بيتحسب ازاي؟ وانا الموضوع الحسبيه بسيطه جدا. ايه هو؟ انا هفترض ان انا هحسب على مدار اليوم، فنفترض ان انا عندي اليوم 24 ساعه، متوسط الوقت او التوتال داون تايم اللي حصل في مدار اليوم هم 4 ساعات. الـ4 ساعات دول حصلوا متقطعين، فممكن يكونوا حصلوا على كم مرة؟ مرتين، أربعة، خمسة، تمام؟ فأقدر على أساسها أحسب هنا المين تايم بتوين فيلير. حسبها هي عبارة عن إيه؟ التوتال تايم ناقص التوتال داون تايم على النمبر فيلير. فأنا أفترض إن أنا عندي هنا 24 ساعة، حصل الداون تايم 4 ساعات التوتال يعني، على 4 مرات فيلر، يبقى اداني هنا المين تايم بتوين فيلر هو 5 ساعات، تمام؟ ده بيبين لي قد ايه ان السيرفيس بتاعي هنا يعني هل ريبل ولا مش ريبل، تمام؟ ده بالنسبه هنا لحته المين تايم بتوين فيلر. نتكلم على الافيلابيلتي، مهم جدا تفرق ما بين الريلابيلتي وافيلابيلتي، تمام؟ قال لك هنا الافيلابيلتي، قال لك هو الاماونت اوف تايم ذات ا سيستم از ايبل تو ريسبونس او ريسبوند، او البورتابيلتي احتماليه ذا سيستم از اوبريشن ات ا جيفن تايم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت بتهت يور ام اي، لو جه قال لك طلع لك ايرور مسج وقال لك السيستم ان افيلابل او سيستم ده، وهنا السيستم مش افيلابيلتي، تمام؟ فانت عملت هيت، يبقى انت هنا ايه بيتقال عليا هنا ايه؟ ان كل ريكويست يعني اتش ريكويست هاف ريسبونس، اتش ريكويست هاف ايه؟ ريسبونس. طيب ده معنى كلمه افيلابيلتي. خلي بالك ان الريلابيلتي ان انت لو حصل فيلير في اي حاجه عندك في السيستم بس تقدر ان انت تدي السيرفيس، تمام؟ تقدر ان انت تديليفر السيرفيس، تمام؟ طيب
ازاي احسب الافيلابيلتي كالكوليشن، ودي يعني موجوده جدا في كل الكلاود بروفايدرز، بيدي لك الافيلابيلتي بتاعت السيرفيس دي او الاس سي ال اي سيرفيس ليفل اجريمنت بتاعت السيرفيس. قال لك خلي بالك ان السيرفيس دي على مدار السنه نسبه الافيلابيلتي بتاعتها 99 و4 اصفار بعد العلامه، تمام؟ 99 و3 اصفار، يعني ده 5 ناينز او 3 ناينز او 2 ناينز بالشكل ده كده، او 1 ناين بالشكل ده كده. ازاي بقى نحسب الافيلابيلتي؟ قال لك خلي بالك ان الافيلابيلتي في المية بيتحسب ان هي ايه؟ اقدر احسب هو الافيلابل كام تايم على التوتال تايم، واضرب النسبه او القسمه ديت في 100%. يعني بمعنى صح نفترض ان السيستم بتاعي هو افيلابل 23 اورز على كام؟ اليوم على مستوى اليوم، يعني هو افيلابل في ال 24 ساعه ومتاح 23 ساعه وفي ساعه بنعمل ميتنس، يبقى الافيلابيلتي هنا كام؟ 95.83. طيب خلي بالك انا جايب لك الجدول ده مثال على الداون تايم بتاع الافيلابيلتي. قال لك خلي بالك الافيلابيلتي هنا لو 90% تمام، 90% وده بيقيسه على مدار السنه، فمعنى كده ان بيحصل داون تايم بمعدل كام يوم في السنه؟ 36 ونص دي في السنه، الداون تايم اللي بيحصل على مدار السنه بالظبط، يعني هو بالظبط يعني 365 يوم، فانت 36 ونص كانوا بالظبط 10%، تمام؟ طيب لو 90% لو 99% فانت على مدار السنه هيحصل داون تايم بمعدل 3 ايام وشوية 6.65. طيب لو انت 99 و9 من 10 اللي هو 39، فانت بيحصل معدل الداون تايم بتاعك 8 ساعات، يعني تقريبا 9 ساعات. طب لو 99 و99 من 100 يعني 4 ناينز، فانت بتتكلم على 52 دقيقة في السنة. طب لو 5 ناين، وصلنا ان احنا عندنا الداون تايم 5 مينت في السنه، انت متخيل يعني ايه 5 مينت في السنه؟ يعني في السنه قصدي، يعني على الير، الير كله، يعني انت لو ضربت عدد الساعات في عدد الايام شوف هتطلع قد ايه، انت بس بيحصل لك داون تايم 5 دقائق على مدار السنه كلها، تمام؟ يعني انت لو بتتكلم هنا ساعه 60 في 60 في 24 تمام، في 365 يحسب بقى ده كام قد ايه، كام مينتس عندك، تمام؟ طيب بعد كده لو هم 6 ناينز، فانت بتتكلم ان انت بيحصل لك داون تايم بمعدل 31 سكند على الير، ده بس الداون تايم، يعني تخيل 31 ثانيه ده الداون تايم بتاعك، تمام؟ فانا جبت لك مثال على الداون تايم، والارقام دي مهمه جدا عشان تبدا انت تعرف الدنيا هنا ماشيه ازاي. طبعا انت ممكن هنا تحسب الحسبه بنتيجه ايه؟ عكسيه، انت اوريدي معاك هنا الافيلابل، معاك التوتال تايم ومعاك النسبه كام في في المية، تقدر تحسب هو بيحصل داون قد ايه. طيب انا ابدا اتكلم بقى افرق لك ما بين الافيلابيلتي والريلابيلتي، تمام؟ قال لك كريبل سيستم معناها ان هو افيلابل سيستم، ده حقيقي ليه؟ الافيلابيلتي معناها ان السيستم بتاعي ان لما باجي اعمل هيت للريكوست بتاعي بيكون افيلابل، يعني كل ريكوست له ريسبونس. طب ما هو طبيعي ان لو هو بيدليفر السيرفيس بتاعي يبقى هو افيلابل، لان لو مش بيدليفر السيستم هو مش هيبقى افيلابل، تمام؟ فده بالظبط الجمله دي. طيب قال لك الافيلابيلتي كان بي مينتين باي ريدندنسي، تمام؟ احنا بنتكلم على الافيلابيلتي في الحته دي، ده احنا بنتكلم على ان انا النودز بتاعتي، تمام؟ بس خلي بالك ان السيستم برضه مي نوت ريلابل، ليه؟ لان ممكن ان هو مع الرغم ان في ريدندنسي موجود عندي، بس انا لما جيت اديليفر سيرفيس ما حصلهاش، يعني حصل في الـ في الكومبوننت بتاعتي اللي انا محتاج اجيب منها السيرفيس داون، فما عملش ديليفر للسيرفيس بتاعتي، فاصبح هنا نوت ريلابل، تمام؟ قال لك ان الريلابل سوفت وير ويل بي مور بروفيتبل، يعني بيبقى له مكسب كبير. ليه؟ لان في الاخر ان انا هنا ذا سيم سيرفيس ريكوير ليس باك اب ريسورس، يعني مش محتاج ان انا يكون عندي هنا زي الافيلابيلتي كده اكتر من كذا نودز او ريدندنسي موجوده عندي بالشكل ده، تمام؟ وخلي بالك برضو ان الريكويرمنت ويل ديبند اون ا فانكشن اوف
ده السوفت وير، ده مهم جدا. خلي بالك ان على اساس اي سوفت وير مين ذا ريكويرمنت، يعني السيستم ديزاين مرتبط بمين ذا ريكويرمنت. تمام، اجي اتكلم بقى على الافشنسي، وده جزء مهم جدا، الكفاءه بتاع السيستم. فانا بتكلم على الكفاءه، يبقى انا بتكلم ازاي السيستم هيبقى ويل بيرفورمانس، او البرفورمانس بتاعته عامل ازاي. تمام، محتاج ان انا عشان اقيس الكفاءه محتاج افهم يعني ايه ليتنسي، يعني ايه ثروبوت. تمام، عشان ابدا ان انا استخدم الميتريسيز دي عشان اقول ان السيستم فعلا ويل بيرفورم. خليني اقول لك اولا، اعرفك يعني ايه ليتنسي، يعني ايه باند ويدث، يعني ايه ثروبوت. وجاب لك المثال بالشكل ده كده. الليتنسي ده هنا قال لك هو الوقت اللي المفروض هتحتاجه عشان تعمل ترانسميت لمسج فروم وان لوكيشن تو انذر لوكيشن. يبقى هنا ذا تايم ريكوايرد تو ترانسميت ا مسج فروم وان لوكيشن تو انذر. زي المعنى صح، انت بعت ريكوست والريسبونس لما يرجع لك، ده اسمه هنا ليتنسي. نيجي على الباندويتس. الباندويتس هنا بيقيس الاماونت اوف داتا اللي يحصل لها ترانسفير بير يونت اوف تايم. يعني انا هنا والله هقدر احول لك 1 ميجا في 1 سكند، فده هنا باندويتس. يبقى هنا الاماونت اوف داتا ذات كان بي ترانسفيرد بير يونت اوف تايم ان ستيبل ستيت. طيب ايه هو بقى الثروبوت؟ الثروبوت ده هو عباره عن الاكشوال ميجر اوف هاو ماتش داتا از سكسسفولي ترانسفيرد فروم السورس تو ديستنيشن. ده اللي بيقول لك ان دي فعلا الداتا الحقيقيه اللي حصل لها ترانسفير او سكسسفولي ترانسفير فروم السورس تو ديستنيشن. طب انت ما فهمتش حاجه من دول وانا تهت منك، اعمل ايه؟ تعالى نجيب لك مثال تاني. نسيدي نفترض ان انا عندي هنا اسطوانه بالشكل ده كده، اسطوانه بالشكل ده كده. لو انا عايز اتكلم على الليتنسي، الليتنسي هنا، فالليتنسي هنا هتقيس ايه؟ ميجر الداتا سبيد، يعني انت هاو كويكلي. نفترض ان انت عندك حنفيه فيها ميه، فسرعه جريان الميه ده الليتنسي. تمام، ده الليتنسي. طب الباندويتس، الباندويتس هنا بيميجر الكباسيتي، حجم الاسطوانه دي ايه. وخلي بالك كل ما حجم الاسطوانه ده كبر كل ما حصل ايه، يدي لك هاي باندويتس. يبقى هنا a bigger pipe with mean high bandwidth. يبقى هنا حجم الاسطوانه ده الباندويتس. الليتنسي بتتكلم على الداتا سبيد. طب الثروبوت، الثروبوت هنا بيميجر ايه؟ الترانسميت اند ريسيف دورينج ا سبيسيفيك تايم او دورينج ا سبيسيفيك بيريد اوف تايم. تمام؟ طيب يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي خلي بالك في فرق ما بين الداتا سبيد والفرق ما بين الترانسميشن. انت عندك الحنفيه دلوقتي فتحتها فنزل لك ميه. تمام؟ فده هنا كلمه الثروبوت اللي هي ايه؟ ووتر رانينج ثرو ذا بايب. تمام؟ في فرق ان انا السبيد والووتر رانينج بتاع مين؟ البايب ده كده. تمام؟ يبقى هنا عمليه الداتا ترانسميت، يعني زي مثلا بص يا سيدي، انت دلوقتي فاتوره الكهرباء، فاتوره الميه، استهلكت ميه قد ايه؟ في خلال الشهر. هو ده السرور بتاعك، هو ده. على الرغم من اختلاف حجم الأنبوبة أو حجم المواسير اللي داخلة لكل بيت عن التاني، لكن استهلاكك هو ده الثروبوت. تمام؟ استهلاكك هو إيه؟ الثروبوت بتاعك. طيب يبقى هنا إحنا اتكلمنا هنا على الفرق ما بين الليتنسي والباندويتس والثروبوت. طيب أبدأ أتكلم على المانجابيلتي أو المانجابيلتي، مهم جدا. أنت هتمانج الأبلكيشن بتاعك إزاي؟ ولو حصل في مشكلة هتعمل ايه؟ هتحلها ازاي؟ هتدور فين؟ طب لو جالك فيتشر جديدة هتتعامل معاها ازاي؟ هل سهل ان تعملها؟ طب هل سهل تعمل ديبلويمنت؟ طب الدنيا ماشية ازاي في موضوع السيستم ده؟ فبالظبط كده، هي كلمة مانجابيلتي
ده بيتكلم على ازاي تمنتين السيستم سواء بسرعه او لو في عندك مشاكل difficulty، ازاي هتعمل observability بمعنى صح ازاي هتتراك البجز بتاعتك او لو حصل مشكله ازاي تتراكها، ازاي تعمل يكون عندك الديبلويمنت او الديبلوينج ابديتس هتمشي فيها ازاي. طبعا هنا اغلب الناس دلوقتي متجهه للسي اي سي دي عشان يسرع عمليه الديبلويمنت. تمام، طيب انا قلت لك هتكلم على الاوبزرفابيلتي. طب نيجي بقى نتكلم على الاوبزرفابيلتي. كلمه اوبزرفابيلتي او المراقب او الشخص اللي قاعد بيراقب ده هو بيتكلم على الابيليتي تو ميجر سيستم الكرنت ستيت بيزد اون داتا. ازاي ميجر السيستم كرنت ستيت بيزد اون داتا، الداتا اللي هو بيحصل لها بيعمل لها عمليه ايه جنريت زي مين، اللوجز والمتريسيز والتريسز. وبالتالي هنا انا عندي هنا 3 بيلرز اوف الاوبزرفابيلتي، متريسيز تريسز لوجز. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الفرق ما بين الثلاثه، كلمه متريسيز بتقول لك انت عندك مشكله ولا لا، زي مثلا ما بتبقى عامل في الاي دبليو اس اليرت مثلا على حاجه معينه. تمام، فلما بتحصل مشكله يبعت لك الاليرت. فهنا انت بتتكلم على ان انت عامل هنا متريسيز بتقول لك المشكله دي فين. بعد كده التريسز، التريسز ده انت هتريس المشكله بتاعتك ازاي، يعني لو حصل فعليا مشكله هتعمل تربل شوت ازاي، يعني انت بتتكلم على الهوير. يبقى المتريسيز بتقول لك في مشكله حصلت هتتريس يبقى فين المشكله، اللوجز هتدور على الكوز اوف بروبلمز تمام او الروت كوز. يبقى هنا بتكلم على الميتريسيز معناها كانها ديتكت، التريسز كانك بتعمل ترابل شوت، و اللوجز اللي هي الروت كوز. تمام، ده بالنسبه هنا للجزء الخاص بالمانجابيلتي. تمام، بعد كده خش على الجزء الخاص بالباك اوف الانفلوب. بس نبدا نتكلم على الباك اوف الانفلوب، مهم جدا وانت بتعمل استيميت لازم تعرف شويه حاجات. هتستيميت بناء على ايه بالنسبه للسيستم ديزاين بتاعك؟ في طريقه احنا بنستخدمها او مش يعني اغلب الناس بيستخدموها عشان يعملوا كويك او ابروكسيميت كالكوليشن عشان تدي لك كده ايه انسايتس حوالين السيستم ديزاين بتاعك، بيتقال عليها الباك اوف الانفلوب ماس. وبالتالي الطريقه ديت او الباك اوف الانفلوب ماس ده عباره عن كويك وابروكسيميت كالكوليشن عشان تديني ايه انسايتس فرزر انسايت. انا محتاجها ليه؟ محتاجها عشان ابدا الانسايتس دي ابدا اعرف هاو ميني سيرفرز انا محتاج. تمام، انا محتاج اعرف سنجل سيرفر ولا اكتر من كده سيرفر. تمام، وبتديني بتديني راف استيميت كده تقول لي انا ما عايز ايه من عدد السيرفرات الموجوده عندي. تمام، يبقى هنا الجنرالي قال لك الكالكوليشن بتقلص ايه if الاركتكتشر كان فيلفول ذا فانكشن ريكويرمنت ولا لا. اكزامبل مثلا لو انا عندي النمبر اوف يوزرز او الريسبونس لاتنسي. تمام، برضه الريسورس ريكويرمنتس. تمام، على اي اساس انا ابدا اعمل استيميشن، ايه هي الدايمنشن اللي انا محتاج ان انا اعمل لها ابروكسيميت. طبعا انا كلمتك هنا على الريسبونس ليتنسي واتكلمنا على الباندويتس. تمام، وعرفنا فرق بين الليتنسي والباندويتس. الباندويتس نفترض او هديك مثال، انا باسيوم ان انا محتاج عندي 1 جيجا بايت لينك بير ماشين. طب انا لو انا عايز اكراولر 70 تيرا بايت هحتاج كام ماشين؟ تمام، الاستورج سبيس مساحة التخزين عندك أنا محتاج كام سبيس؟ نفترض إن أنا عايز أستور كونتنتس أوف 100 ميجا للويب بيجز، طب لو أنا عندي 100 ميجا ده بالويب بيج، طب لو عندي 100 ويب بيج في ميجا يبقى أنا هقيس إزاي؟ هطلع يبقى أنا بتكلم على السبيس بتاعتي هستخدم 64 جيجا بايت اس اس دي
تمام، فمحتاج كام ماشين عشان تعمل الكلام ده. طيب بعد كده الاي او ثروبوت، اتكلمنا على الثروبوت تمام. طيب انا هنا في الثروبوت هنا انا نفس الموضوع تمام. الاي او ثروبوت هنا بيتكلم انت بتعمل ستور او الفيتش ويب بيج دي اللي على الماشين هارد درايف، واحنا قلنا احنا هنستخدم اس اس دي. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا لما اجي اروح الاي او هروح هريد ورايت هريد ورايت هريد ورايت، الليتنس بتاعتي عامله ازاي؟ يبقى انا محتاج الكويريز بتاعتي بير سكند قد ايه؟ طب على ايه اساس؟ لازم الهارد درايفز بتاعتي تكون كام؟ يبقى انا بتكلم على هاو ميني هارد درايفز ويد يو نيد تو كيب الريكوست ليتنسي لو. تمام؟ طيب بعد كده الانجنييرنج ايفورت، انت بتتكلم كان مهندس هيشتغل معاك او هيدليفر النيو فيتشر ده قد ايه؟ تمام، او الريسورسز اللي انت محتاجها تمام، وهتلانش امتى بالنسبه للموضوع ده كده. يبقى ده هنا الدايمنشنز بتاعتنا اللي احنا محتاجين نعمل لها عمليه ابروكسيميت عشان اقدر يكون عندي شويه انسايتس للسوفت وير اللي انا بعمله. دي بعض الحاجات اللي المفروض البروجرامرز يكون عارفها، زي مثلا لو انت بتتكلم على، خلي بالك ان الليفل 1 كاش او السي بي يو بتاعك لو ليفل 1 كاش ريفرنس فبيقدر يديلك 1 نانو سكند، لو ليفل 2 بيديك 4 نانو سكند تمام. طب لو المين ميموري بتاعتك الريفرنس بتاعت مين نانو سكند، طب خلي بالك ان ال 1000 نانو سكند هو عباره عن 1 مايكرو سكند تمام. طب انت لو هتكمبريس 1 كيلو بايت والزيبي فده هياخد وقت قد ايه؟ تقريبا بياخد 2 مايكرو سكند تمام. طيب لو انت عندك 10000 نانو سكند اكيد هيديك 10 مايكرو سكند لان ال 1000 بيديك واحد. طب لو انا هسند 2000 بايتس اوفر نتورك هتاخد قد ايه؟ فتاخد 31 نانو سكند تمام. طيب لو انا هستخدم اس اس دي بياخد قد ايه؟ بياخد 16 مايكرو سكند تمام. لو انا هريد بقى 1000 بايتس سيكونشال من الميموري، خلي بالك ال 1000 بايتس من الميموري بياخد 2 مايكرو سكند. طيب لو انا في داتا سنتر وعايز الداتا ما بين يعني between the same data center او round trip in the same data center، خلي بالك بياخد 500 مايكرو سكند. دي حاجات definitions موجوده محسوبه، والانسايتس دي 2020 هتلاقي في حاجه كمان 2021 طبقا للتطور اللي بيحصل في الهاردوير تمام. وخلي بالك ان ال 1 مليون نانو سكند هو عباره عن 1 ملي سكند تمام. طب انا عايز اريد 1 او مليون بايتس سيكوينشال فروم اس اس دي، خلي بالك دخلت 39 مايكرو سكند وفي الميموري 2 مايكرو سكند. شايف الفرق قد ايه؟ ليه الكلام ده؟ لان احنا لما نيجي نكاش حاجات ونحطها في الميموري، هل اقرب من الديسك ولا اقرب من الميموري؟ مين الاسرع؟ زي ما انت شايفه 2 مللي سكند 39 مايكرو سكند. طيب تمام، لو انا هريد بقى من الديسك نفسه تمام، ده اس اس دي وده هنا ديسك عادي، هياخد 718 مايكرو ايه سكند. شايف انت الفرق الرهيب تمام. طيب لو انا بعمل بموف باكيت اراوند تريف فروم كاليفورنيا تو نيذرلاند هتاخد قد ايه؟ تاخد 150 مللي سكند. دي شويه انسايت او ليتنس نمبر المفروض ان كل بروجرامرز يكون عارفها. لا انا ما بقولكش احفظ ارقام او اي حاجه، لكن يكون عندك فكره عن الكلام ده، تكون بالنسبه لك لو بصيت عليه تبقى فاهم هو بيقول ايه تمام. طيب بعد كده بعض الحاجات اللي على اساسها تبدا تقلل الليتنسي، انت عايز تعمل ايه؟ لو بديك هنا تيبس عشان تقلل الليتنسي، عشان اقلل الليتنسي دايما افويد النتورك كولز تمام. دي حاجه، حاول ريبليكيت الداتا اكروس داتا سنتر تمام، عشان كمان الديزاستر ريكفري تمام مهم جدا. ديزاستر ريكفري يقصد بيه ايه؟ انت مثلا في وقت من الاوقات حصل اوتج في الداتا سنتر بتاعك، لازم يكون عندك باك اب موجود تقدر انت ترجع بيه الدنيا من اول وجديد تمام. هستخدم السي دي ان او الكونتنت دليفري نتورك عشان اقلل الليتنسي، وده بستخدمها مع الايمجز والفيديوز او الكلام ده كله، والسي دي ان بيبقوا منتشرين حوالين العالم كله، وبالتالي بتفيد في حاله ان لو اليوزر قريب من مكان معين والسي دي ان ده قريب منه، فهنا الليتنسي ما بين الاثنين هيبقوا قريبين. يعني مثلا نفترض الابلكيشن بتاعك هوستد مثلا في امريكا تمام، وفي حد مصر بيكلم امريكا، انت متخيل ان انا قلت لك انت لو بتموف حاجه من كاليفورنيا تو نيذرلاند خدت 150 مايكرو سكند، هنفترض ان دول 150 مايكرو سكند، لكن لو في سي دي ان قريب من مصر او في اللوكيشن بتاع مصر، الكلام بتاع الترانسفيرنج الداتا دي كاليتنس هيقل تمام. قال لك كمان كيب فريكوينتلي اكسس داتا ان الميموري اف بوسيبل راذر ساند انت تقراها من الديسك عندك تمام.
ده مهم جدا. في بعض بقى الكويك ماس اوف الكباسيتي استيمت، طبعا ده الحاجات المهمه جدا اللي على اساسها هنبدا نعمل الاستيمت الصح لشويه مثلا سجشن عندنا واحنا بنعمل سيستم ديزاين لاي ابلكيشن. طيب خلينا نرجع لشويه حاجات زي الداتا كونفرجن. احنا عندنا 8 بايتس هم عباره عن 1 بت، وبالتالي ال 1024 بايت هم عباره عن 1 كيلو بايت، وال 1024 كيلو بايت هم عباره عن 1 ميجا بايت، وال 1024 ميجا بايت هم عباره عن 1 جيجا بايت، وال 1024 جيجا بايت هم عباره عن 1 تيرا بايت. تمام. طيب الكومن داتا تايب الكاركتر، خلي بالك ان الكاركتر بياخد واحد ايه بايت، يعني بياخد 8 بت، والانتجر بياخد 4 بايتس، يعني بياخد 4 في 8 ب 32، والتايم ستامب بياخد 4 بايتس برضه. دول يعتبر اكتر الكومن داتا تايبس اللي موجوده في اي داتابيس. طيب او حتى في الترانسفير بتاعك لما بيقول لك انا عملت ترانسفير للداتا بتاعتك قد ايه. طيب خلي بالك ان التايم ده مهم جدا. ازاي؟ انا عايز اعرف عندي كام سكند في الاورز، فبعمل ايه؟ 60 ثانيه الدقيقه فيها 60 ثانيه، في 60 دقيقه يديك 3600 سكند بير اورز. لو بير داي هاخد ال 3600 ثانيه دول واضربهم في 24 اورز اللي موجودين عندي، هيديني 86400 سكند بير داي. طب لو بير مانس هعمل ايه؟ هاخد ال 86400 اضربهم في 30 فيديني 2.5 سكند بير مانس. محتاج ده ليه؟ لان هبقى في اوقات معينه انا محتاج اعرف وانا بعمل الترافيك استيمت ده عايز اعرف كام ريكويست بير سكند. طب كام ريكويست ريد وكام ريكويست رايت بير سكند؟ الكلام ده مهم جدا. طيب الترافيك استيميت ده هنا بيستيميت التوتال نمبر اوف ريكويست ان الاب هيعمل هيحسب له عمليه ريسيف. طيب ازاي بحسبه؟ قال لك هو عباره عن الافريج ديلي اكتف يوزر في الافريج ريد على الرايت بير يوزر. يعني نفترض ان انا دلوقتي متوقع ان انا عندي 1 مليون يوزر. تمام. طيب خلينا نبص في المثال ده هيبقى احسن لك. طيب نفترض ان انا عندي 10 مليون دي الاكتف يوزر، ال 10 مليون دول بيتفرجوا على 30 فوت 30 فوت فيو. تمام. كانه هنا بيعمل عمليه الريت. طيب يبقى هنا كام؟ يبقى هتضرب ال 10 مليون في 30 يبقى انا عندي 300 مليون فوتو ريكويست، ده عشان يعمل بس فيو او يريد الحاجه. طيب كم واحد هيعمل ابلود؟ هنفترض ان انا عندي هنا ابلود، يعني كل واحد هيعمل ابلود لفوت واحد، لفوت واحده قصدي. طب ال 10 مليون هنضربها في ال 1 فوتو هيديك 10 مليون فوتو هيحصلوا عمليه ابلود، يعني كانك بتعمل عمليه رايتس في الابلكيشن بتاعتك. انا جبت هنا 300 مليون فوتو ريكويست عشان فيو كانهم هيعملوا ريد، وال 10 مليون فوتو رايتس او ال 10 مليون ابلود للفوتو دول دول الرايتس. طيب انا عايز اعرف دلوقتي كام ريكويست بير سكند، كام ريكويست بير سكند سواء للريد او سواء للرايت، هعمل ايه؟ انا اوريدي عندي 300 مليون فوتو ريكويست. طيب بير سكند ايه؟ ادي اهو السكند هنا، ده على مدار اليوم، احنا بنتكلم على اليوم. طب يعني كام؟ هقوم واخد 300 مليون ريكويست اقسمهم على 86400 يديني 3472 ريكويست بير سكند. ده بير سكند. تمام؟ اكيد طبعا بالنسبه للرايتس هيبقى اقل لانه 10 مليون على 8000 على 6 مش عارف 8000 ليه؟ 86400 يديك 115 رايتس بير سكند، 115 ريكويست رايت بير ايه؟ سكند. فهنا الحاجات ديت سواء كترافيك استيميت او كتايم مهم جدا اكون فاهم وانا بحسب هحسبهم ازاي. طبعا انا هنا قلت لك ان احنا بنعمل ابروكسيميت عشان يديني انسايتس للحاجه اللي انا هعمل لها ديزاين. تمام؟ فانا افترضت ان انا عندي الاكتف ديلي، ممكن يكون الاكتف ديلي مليون. تمام؟ وعندي 30 فوتو، فالحسابات عندي متغيره، انت بناء على اللي انت بتستيميت بتحدد الكباس بتاعتك ماشيه ازاي؟ طيب.
ابدا كمان اتكلم هنا على الميموري. مهم جدا، احنا قلت لك عندنا ميموري وعندنا ستورج وعندنا باندويتس. طيب خلي بالك ان احنا قلنا ان احنا عندنا 300 مليون، تمام. طب انا عايز احسب ميموري، قال لك كده عشان تحسب ميموري، ميموري يعني انت هتقرا من الميموري، فانت محتاج انك تعرف الريد ريكوست بير دي قد ايه، في الافريج ريكوست سايز في بوينت 2 من 10. ازاي الكلام ده؟ انا دلوقتي هقول ان الافريج ريكوست سايز بتاعي تقريبا 500 بايتس، فانا دلوقتي يبقى 300 مليون ريكوست في 500 بايتس يديني 150 جيجا ايه؟ بايتس، تمام؟ طيب ال 150 جيجا بايتس دول، تمام؟ في 2 من 10 يديني تقريبا ان انا هعمل في الميموري 30 جيجا بايت. 30 ايه؟ جيجا بايت من ال 150 جيجا بايت. يعني دول اللي عليهم فريكوينتلي اكسس داتا في الميموري، ده معلوم الداتا اللي بتطلب كتير جدا، تمام؟ طب ولو انا بعمل ريبليكيشن، وهنعرف قدام يعني ايه ريبليكيشن، يعني ريبليكيشن بعمل كوبي للداتا بتاعتي دي في اكتر من كذا لوكيشن عندي، تمام؟ هي نفس الداتا، فنفترض ان انا عندي 3 ريبليكيشن، يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ 30 جيجا في 3 يديك 90 جيجا بايت. لكن ده على مستوى انت عندك ميموري واحده على الداتا بتاعتك بس، تمام؟ ما عندكش اكتر من كذا ايه؟ ريبليكيشن من حاجه، تمام؟ ده بالنسبه هنا للميموري. طيب بالنسبه للاستورج، مساحه الداتا بيس بتاعتك قد ايه؟ طيب احنا هنا عشان احسب الاستورج بتاعتي محتاج دلوقتي ان انا هقول دلوقتي ايه هو عباره عن الرايتس بير داي، انا هكتب قد ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنكتب 10 مليون رايت، صح؟ في السايز اوف رايت، وهنفترض ان السايز اوف رايت ترفع صوره وليكن مثلا 1 ميجا مش 1 ونص، تمام؟ في التايم تو ستور داتا. طيب خلينا بقى نتكلم ده حاجه واحده، انا دلوقتي عارف ان انا بكتب 10 مليون رايتس بير داي، صح؟ وهاد مستوى الواحده 1 ميجا، يعني تقريبا عندي 15، عندي بدل 15 تيرا خليها 10 تيرا بير داي. طيب في السنه 10 في 365، 10 تيرا في 365، طب وانا بقى بحط الداتا عندي في سنه واحده؟ ده انا بفترض عندي 5 سنين، عندي 10 سنين. هو جاب لك مثال بالشكل ده كده، عندك 15 تيرا في 365 اللي هو بتوع اليوم، بتوع السنه قصدي، في ال 10 ييرز يديك ان انت محتاج 55 بيتا بايتس. ده عشان بس حجم الرايتس بتاعتك او ابلود الفوتو بس، مش حاجه ثانيه. تمام؟ ما انت بتتكلم انت محتاج ايه؟ الاستورج بتاعتك كام؟ يعني انت لازم تحسب ان الاستيميشن بتاعك ب 55 بيتا ايه؟ بايتس. طيب بالنسبه للباندويتس، واحنا قلنا على الباندويتس حجم الماسوره، تمام؟ عشان الناس ما تنساش. طب الباندويتس هو عباره عن ايه؟ هو الريكوست بير داي في الريكوست سايز، تمام؟ الريكوست بير داي في الريكوست ايه؟ سايز. خلي بالك ان ده ريكوست سايز وده الافريج ريكوست سايز، عشان ما تقولش ان الدنيا اختلفت. ليه؟ الافريج ده متوسط الريدز، تمام؟ انما هنا الريكوست ده انا خلاص اللي هم زي الواحد بوينت 5 ميجا دول، تمام؟ فيبقى 300 هنا ال 300 مليون ريكوست في الواحد ونص يديك 450 جيجا بايت، تمام؟ فانت دلوقتي ده بير داي، عايز احسبهم بالسكند. ده بير داي انا عايز احسبه بالسكند، يبقى هعمل ايه؟ هقسم دول على 8000 على 86، برضه مش على 8000 شغله، على 86400 يديني ان انا دلوقتي عندي الباند ويدث بتاعي 5.2 جيجا بايت بير سكند. انت متخيل حاجه بالشكل ده كده؟ كل ده طبعا مهم جدا وانت بتعمل الرف استيميشن بتاعك، سواء للسيستم ديزاين بتاعك كاباسيتي ميموري ستورج باندويت، تمام؟ بعد كده احنا كده يعتبر خلصنا الكويك، تمام؟ طيب بعد كده بقى هتكلم على موضوع جديد وهو الهوريزونتال و الفيرتيكال سكيلينج. احنا اتكلمنا على السكيلينج او السكيلابيليتي،
ازاي تهندل الجروينج اماونت اوف داتا. طيب عندي نوعين من السكيلينج، في نوع اسمه هوريزونتال يعني افقي، وفي نوع اسمه فيرتيكال يعني راسي. طيب سيبك بقى من الديفينيشن اللي انا مكتوب ده، بص على الرسمه دي، ادي الفيرتيكال سكيلينج ماشين صغيره كبرتها. يعني انت بتعمل ايه في الفيرتيكال سكيلينج؟ تمام، بتكبر سي بي يو، بتكبر رامات. تمام، يبقى انت هنا هتاد مان باور، هتاد مان باور زي السي بي يو والرامات. طيب الهوريزونتال سكيلينج انا بعمل ريدندنت للماشينز، بقيت هنا هوريزونتال سكيلينج ماشين واحد، ماشين اتنين، ماشين تلاتة، عمال اشتري في ماشينز. تمام، يبقى ده هنا هوريزونتال افقي وده فيرتيكال رأسي، يبقى انا هنا ايه؟ adding more machines او nodes للبول بتاع الريسورسز بتاعك. يبقى هنا ده الهوريزونتال وده الفيرتيكال. تمام، طيب خلي بالك بقى الفيرتيكال سكيلينج قال لك هو في البدايات بتاعته بيبقى سهل، اسهل حاجه زود رامات وزود سي بي عادي، فهو easiest way to scale application. تمام، بس خلي بالك على المدى البعيد، على المدى البعيد او اللونج رانينج بتاعك بيبقى في ليميت في الاسكيلابيلتي. احنا وصلنا والله لاخر السي بي يو، ما عادش فيه في الماركت بتاعك كام، ده اخره كام رامات، ده اخرها. تمام، عادش. فهنا هنا يحصل لنا ايه على اللونج رانينج، ممكن يكون عندي ليميت في الاسكيلابيلتي، وفي نفس الوقت هو سنجل بوينت اوف فيلير لان هو ماشين واحده. لو حصل ان المشيل ده كراشت او اوتج او اي حاجه فسنجل بوينت اوف فيلير. طيب الهوريزونتال بقى سكيلينج بالشكل ده هو بيرمز لك ان هو عندك ماشين واحده بقت مجموعه ماشينز صغيره نفس الصوره دي كده. طيب قال لك هو في البدايات بتاعته في الاب فرونت بتاعه هو مور كومبلكستي. تمام، بس على اللونج ران، على اللونج تيرم هو او اللونج راننج هو مور افيشنت. قال لك هو بيلت ان ريدندنسي، معتمد على الريدندنسي، دايما بيحتاج حاجه اسمها لود بالانسر. ليه؟ لان انا عندي هنا اكتر من كذا ماشينز، فازاي هعمل الريكوستات بتاعتي تروح للماشينز ديت؟ يبقى انا محتاج لود بالانسر يبقى مسؤول عن ان هو يعمل ايه؟ ديستريبيوت الترافيك. وهنتكلم عن لود بالانسر قدام. قال لك ان الكلاود بروفايدرز ميك ذس ايزير، ده حقيقي. اي دبليو اس جي سي بي بتخلي الموضوع ده عباره عن شويه كونفجريشنز انت بتعملها بتلاقي الموضوع سهل. وهنا ما يطلق عليه في الدبليو اس حاجه اسمها الاوتو سكيلينج. اوتو سكيلينج بيعمل لك ايه؟ والله والله في ساعات البيك بتاعتي زود لي، او مش في ساعات البيك، هقول لك على حاجه. الاوتو سكيلينج في الدبليو اس بتحط شويه اليرت، تمام، وبتقول لو السي بي يو بتاعتي وصلت لكذا 80% زود نود تاني، اوتوماتيك هيزود نود تاني. لو الدنيا هاديه هيقلل عدد الريسورس، فهو يقدر يضيف ويقدر يقلل. تمام، وده بيبقى مفيد جدا في عمليه السبايك مثلا زي البلاك فرايداي، او لو انت عندك في الايكوميرس اب بتاعك عندك مواسم في السنه بيبقى فيها الهيتس كتير جدا، فتقدر تعتمد على الاوتو سكيلينج كده. فعشان كده بقول لك الكلاود بروفايدر ميك عمليه الهوريزونتال سكيلينج سهله جدا بشويه كونفجريشن ما فيهاش اي مشكله. طيب الرسمه ديت مهمه جدا. تمام، ليه؟ لان هنا ده الاكسترا كاباسيتي نيدد وده البرايس. في البدايات هنا هتلاقي ده، بص هنا ده الهوريزونتال سكيلينج وده الفيرتيكال سكيلينج. في البدايه خالص بتلاقي الفيرتيكال سكيلينج ارخص كتير من الهوريزونتال سكيلينج، ده حقيقي. تمام، الانيشال كوست اسوشيتد وذ الهوريزونتال سكيلينج لازم تبقى ايه؟ هاي. لكن في نقطه معينه هتلاقي ان الفيرتيكال سكيلينج اصبح الكوست بتاعه هنا ايه؟ اعلى. تمام؟ وبقى هنا الهوريزونتال سكيلينج بيكمز ماتش مور افيشنت افتر سيرتن بيريد اوف ايه؟ طيب ده بالنسبه للرسمه دي. طيب ازاي بقى انا اخد الديسيشن بتاعتي ان انا اعمل سكيل اوت اور سكيل اب؟ تمام؟ طبعا مفيش حد بيعمل سكيل اب، كل الناس بتعمل سكيل اوت. الهوريزونتال سكيلينج بيبقى ليه؟ يعني انت احنا قلنا هتوصل لليميت معين ما انتش قادر، ما عندكش
وفي نفس الوقت هي سنجل بوينت اوف فيلير. دي مشكله كبيره جدا انت لما النظام بتاعك يكون سنجل بوينت اوف فيلير، دي مشكله. فطبعا هنا انا بتكلم عشان على اساس بدور على البرفورمانس بتاعي، بدور على الفلكسبيليتي بتاعتي. طبعا سهل ان انا اد نوتس، البرفورمانس بتاعتي كل ما يبقى عندي موف نوتس كل ما يبقى البرفورمانس بتاعي احسن. بدور على الريجولاريتي ابجريدز، احيانا بيقابلني مشكله في الريجولاريتي طبعا، ان انا في عندي مشكله في موضوع الابجريد بروسيس. تمام، بدور على الريدندنسي طبعا، الهوريزونتال سكيلنج بيديني الريدندنسي بيلت ان اكيد. الجيوغرافيك ديستريبيوشنز، عمليه ان انت بقى تتحرك عن طريق ده اللوكيشن هنا في امريكا، اللوكيشن هنا في اوروبا، اللوكيشن هنا في اسيا، اللوكيشن سهل جدا. تمام، وده بنتكلم ان انت عايز تعمل سبريد اوت الابلكيشن بتاعك كروس جيوغرافيكال ريجون والداتا سنتر، بيبقى سهل انت تعمل الكلام ده كله. الكوست نفسه، طبعا الكوست هنا بتفرق بقى. انت هنا عايز 2 نودز 3 نودز 4 نودز، كل ما بتزود كل ما الابلكيشن بتاعك بيجرو اكبر، كل ما هتلاقي نفسك بيحتاج فالكوست بتاعك ايه بيعلى. تمام، ده بالنسبه هنا للديسيشنز اللي انت على اساس تحدد اذا كنت عايز تعمل سكيل اوت او سكيل اب. طيب هبدا اتكلم بقى على حاجه اسمها لود بالانس. مهم جدا افهم يعني ايه لود بالانس. اولا الكلمه بتوضح لود وبالانس، يعني انا عايز ابالانس اللود بتاعي او الحمل او التحميل، عايز اخليه ابالانس له ازاي الكلام ده. اولا اللود بالانس ده او لود بالانسر ده وظيفته انه يقدر يعمل efficiently distributing the incoming traffic across a group of back end servers. في امثله على لود بالانسر زي ال F5 زي السيتريكس زي ال NGX، دول بيعملوا بروبيلر سيرنج از لود بالانس. خلي بالك ان اللود بالانس ده ممكن يكون سوفت وير، قصدي بيكون هو سوفت وير وهارد وير. تمام، ادي اهوت مثال بالشكل ده كده، ده الاند يوزرز، ده الانترنت بتاعتك، ده السوفت وير لود بالانسر والهارد وير لود بالانسر، وادي الابلكيشن سيرفر بتاعك بالشكل ده كده. يبقى هو ان فرونت اوف ابلكيشن سيرفر. تمام، طبعا انت بقى عندك هنا ابلكيشن سيرفر واحد، ابلكيشن سيرفر اثنين، يقدر ان هو يوزع هنا او يوزع هنا. طيب اللود بالانسر بيعمل ايه؟ هم يعني برضه اختصار لود بالانسر حاجه اسمها ال بي. قال لك اول حاجه بيديستريبيوت الكلاينت ريكوست. تمام، اكروس مالتيبل سيرفر، بينشور الهاي افيلابيلتي وريلابيلتي باي سيندنج الريكوست اونلي تو سيرفرز ذات ار اون لاين. ده اكيد، لان لو السيرفر ده وقع اكيد هو مش هيبعت له، هيبعت للسيرفر اللي هو شغال. تمام، بيديني بروفايد فلكسبيلتي تو اد اور سبكتراكت سيرفرز، يعني انا حبيت سيرفر جديد اقدر ان انا اكونفجر بطريقه سهله وبسيطه ما عنديش فيه اي مشكله. تمام، تمام، ده بالنسبه هنا للود بالانسر اكشنز او الفانكشنز بتاعته. طب البنفيتس، طبعا انا عشان اعرف البنفيتس بتاعت اللود بالانسنج هنا اكيد هيريديوس الداون تايم، يعني بمعنى صحيح انا كده ريكوست جاي لي هنا وكان الاثنين دول شغالين، فجاه واحد ده وقع مفيش داون تايم احس بيه، لان اوريدي هيحوله على السيرفر الثاني. سكيلابل، عرفنا سكيلابل ليه؟ ريدندنسي اكيد، فلكسبيليتي موجوده اهي في الفانكشنز efficiency. تمام، فالبنس بتاعته واضحه جدا ما فيهاش اي مشكله. طب نبدا نتكلم على اللود بالانسنج الجوريزمز او الراوتنج اللي على اساسه اللود بالانس ده هيشتغل. احنا عندنا حاجه اسمها راوند روبن، وعندنا حاجه اسمها ليست كونكشنز، وعندنا حاجه اسمها ليست تايم، وعندنا الهاش والاي بي هاش. دول كام نوع؟ خمس انواع. الراوند روبن ده معناه ان الريكوستات بتاعتك بتتوزع سيكونشال، يعني افترض انت عندك هنا السيرفر الاولاني وده السيرفر الثاني، كانك بالظبط واقف في طابور، فالطابور ده عباره عن مجموعه سيرفرات، جاله ريكوست اديه للسيرفر الاولاني خلاص الريكوست الثاني، يعني كانك ماشي كده ايه في الطابور. يبقى انت هنا ديستريبيوت اكروس ا جروب اوف سيرفر سيكونشالي. تمام، طب الليست كونكشنز. تمام، ليست كونكشن يعني اقل سيرفر عليه اقل كونكشنز او اقل ريكوستات، فده اللي تبعت له. يبقى هنا ايه؟ A new request is sent to the server with fewest
current connection to the client. تمام؟ وبالتالي هنا انت بتتكلم على الكباسيتي. والله السيرفر ده بيهندل 500 ريكوست، السيرفر الثاني عنده 1000 ريكوست، فانا هبعت له مين؟ ال 500. تمام؟ الليست تايم. الليست تايم ده يعني زي ما بتقول كده ايه؟ في فورميولا معينه هو بيحسبها بيشوف على اساسها ده بياخد وقت قد ايه في الريسبونس. تمام؟ يبقى send a request to server selected by a formula that combine a fast response time. مين؟ السيرفر بياخد fast response time ابعت له. تمام؟ في حاجة اسمها الهاش. تمام؟ في حاجة اسمها ايه؟ الهاش. أحيانا واللي جاي منها حاجة اسمها الاي بي هاش يعني. تمام؟ أنت عايز تديستريبيوت الريكوستات based on اي بي. والله الناس بتوع فرنسا او الاي بي رينج بتوع فرنسا وديهم على السيرفر ده، الاي بي رينج بتوع مصر وديهم على السيرفر ده، الاي بي رينج يبقى في الاخر انت عندك كي بتعرفه. تمام؟ ومثلا زي الاي بي مثلا الكلاينت اي بي ادرس. تمام؟ او الريكوست يو ار ال اللي جاي لك بشكل معين جاي لده روح ده. فده بالنسبه لموضوع الهاش والاي بي ادرس والاي بي هاش بالشكل ده كده. تمام؟ ده كان امثله على الجزء ده كده. طيب في حاجه اسمها redundant load balance. انا جايب لك مثال اليوزر هنا بالشكل ده كده، وادي الانترنت بتاعك، وادي اللود بالانسر. في حاجه اسمها هنا الاكتف وده الباسف، وده الويب سيرفرز بتوعك، وده الابلكيشنز بتاعك بالشكل ده كده. طبعا اللود بالانسر برضه هنا redundant، بعمل له عمليه redundant عشان اذا كان حصل مشكله في واحد التاني يقدر يعمل عمليه ما يبقاش في داون تايم، فيقدر يبعت ريكوستات للسيرفر الثاني. فده مفهوم كلمه redundant load balancer setup. لو عندك اكتر من load balancer يبقى شغال بحيث ان لو في فيلير في واحد منهم ما يحصلش عندي single point of failure، ما يحصلش عندي single point of failure. وبالتالي واحد بيبقى اكتف، ده اكتف وده باسف. مجرد ما ده يحصل له مشكله هتلاقي بس ده حصل له عمليه بريموت، بقى هو الاكتف والثاني هو الايه؟ بس فعلا بيبقى في مشكله بتحصل. تمام؟ اصل المشكله تبدا ايه؟ تتعالج. ده بالنسبه هنا لعمليه الريدندنت اوف سيرفر اللود بالانسر. بعد كده هتكلم على الكاشنج. ده موضوع من المواضيع الجديده. الكاش معناها مش كاش اللي هي فلوس، عشان بس الناس ما تفهمش غلط يعني. طيب معناه ايه؟ معناه ان انا عايز اعمل ستور لداتا في مكان معين بحيث ان هي تديني فاست اكسس للداتا دي. ده مفهوم الكاش. يبقى انا هنا ستورينج داتا ان ا ديفرنت لوكيشن زان المين داتا سورس عشان تديني فاست اكسس للداتا. عشان تديني فاست اكسس ايه؟ زي الميموري كاش. انا عندي الابلكيشن بتاعي عندي حاجات في الميموري، فمش محتاج ان انا اروح للداتا بيز، انا هجيب ميموري، فادتني هنا ايه؟ فاست اكسس لمين؟ للداتا. البنفيتس بتاعتها ان هي بتمبروف الليتنسي طبعا اكيد، بدل ما اروح اقرا من داتا بيز تاخد لي وقت قد كده، انا رايح اجيب ميموري تاخد وقت وقت اقل، فانا الليتنسي بتاعي بري في نفس الوقت تعمل لي سبيد اب لايه؟ للسيستم بتاعي. طيب هاو داز كاشنج ورك؟ احنا عندنا ده الكلاينت، ده الاب سيرفر. تمام؟ وده هنا الكاش لير بتاعتي، وادي الداتا بيز. دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ الريكوست ده جاي بالشكل ده كده. اول حاجه يروح يتشيك هي الداتا بتاعتي موجوده في الكاش ولا لا؟ موجوده هرجعها. طب لو مش موجوده في الكاش هروح على الداتا بيز يجيب الداتا من الداتا بيز ويرجع يرجعها للاب سيرفر، وفي نفس الوقت هيعمل رايت في الكاش عشان لو الريكوست اللي بعد كده جه عايز الداتا ديت اقدر اجيبها ايه؟ من الكاش. فده بالنسبه هنا ل هاو ده هاو باز كاش وورك. طيب خلي بالك لما اجي اتكلم على السبيد والبرفورمانس احنا اتكلمنا هنا بطريقه ان هو سبيد اب وامبروف ليتنسي. طيب خلي بالك ان الريدنج فروم الميموري از ماتش فاستر ذان ديسك، بيديك رينج من 50 ل 200 ايه؟ اكس. تمام؟ قال لك اقدر ان انا اسيرف
the same amount of traffic with fewer resources. ده حقيقي، لان انت لما تروح تعمل اوبريشن على الداتابيز فانت استخدمت resources، تمام، في حين ان انت لو حطيتها في الميموري انا ما استخدمتش resources كتير زي الداتابيز، تمام. اقدر اعمل بري كالكوليتد اند الكاش داتا. قال لك خلي بالك ان الموست ابس عامه اكيد لازم يكون الريدز فيها اكتر من الرايتس. دي جمله مهمه جدا، لازم وانت في اي ابلكيشن لازم تكون عارف ان الريدز هتبقى اكتر من الرايت، وبالتالي انت هنا هتبقى محتاج عمليه ايه في الكاش، تمام. عندي كام نقل للكاش؟ انا قلتهم في البدايه خالص، عندي حاجه اسمها الدي ان اس كاش، و ده الدومين نيم سيرفر طبعا، والسي دي ان كونتنت ديليفري نتورك ابلكيشن والداتابيز كاش. وهبدا اتكلم على كل لاير من دول في السلايدز اللي هي بعد كده. طيب الكاشنج لاير، انا جايب لك مثال بالشكل ده كده، تمام. خليني بس واحده كده، اوكي. الكاشنج لاير احنا عندنا هنا الدي ان اس سيرفر، وادي هنا السي دي ان، وادي الكاش بالشكل ده كده بتاعي. اول حاجه الدي ان اس كاش، انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتكتب اليو ار ال بتاعك، صح؟ اليو ار ال بتاعك ده لما تكتبه بيروح يجيب، يروح يجيب من الدي ان اس سيرفر، يحول اليو ار ال اي بي، وبعد كده يروح يدور عليه في الدي ان اس ان النيم لوك اب، ويقوم رايح مرجع لك انت الاي بي باليو ار ال او الريسبونس اللي هيرجع، صح؟ ده بالظبط كده. فعمل هنا ايه؟ قال لك ان هو خلي بالك ده عباره عن temporary storage information about the previous DNS name lookup، وهيتسجل على الماشين او الاو اس او البراوزر بتاعك، عشان انت لو احتجت دي ما يروحش يعمل عمليه السيرشنج اللي على اليو ار ال ده. فانا كده عمل دي ان اس كاش. طب السي دي ان او الكونتنت ديليفري نتورك كاش، انا قلت لك ان انت دلوقتي عندك الابلكيشن بتاعك في امريكا، وعندك مجموعه يوزرز في اسيا، ومجموعه يوزرز في افريقيا، ومجموعه يوزرز في اوروبا. فطبعا انت دلوقتي الابلكيشن بتاعك محتوي على مجموعه فيديوهات، مجموعه صور، جود بيجز، استاتيك، تمام. فانت دلوقتي الشخص اللي بيتكلم بينادي او بيريكوست الابلكيشن بتاعك من اسيا، او بيريكوست من افريقيا، او بيريكوست من اوروبا، اكيد في هنا الريكوست ده، وانا قلت لك من كاليفورنيا قبل كده، بياخد وقت قد ايه على ما اوصل الشخص، صح؟ لكن انا اقدر اكاش الايمجز ديت والفيديوز دي والستاتيك كود بيجز ديت في حاجه اسمها كونتنت ديليفري نتورك، بيبقوا متوزعين حوالين العالم، متوزعين حوالين ايه؟ العالم، بحيث ان اللوكيشن بتاعك بيدور على مين اقرب سي دي ان له، ويقوم رايح جايب لك مين الفيديوز والايمجز والكلام ده، يعملهم له، يعمل لك يوم داونلود، وما ياخدش وقت. وبالتالي الابلكيشن بتاعك هتلاقيه ان هو بيحمل في الحاجات دي اسرع لو انت قريب او كلوز للسي دي ان ده، تمام. يبقى انت هنا هتعمل الكاش الكونتنت بتاعك زي الايمجز والفيديوز والويب بيجز ان ابروكسي سيرفر ذات ار لوكيتد كلوزر لمين؟ للاند يوزر، زان الاوريجينال ايه سيرفر، بحيث ان السي دي ان ده يقدر يديليفر الكونتنت مور كويكلي. زي امثله انا على السي دي ان حاجه اسمها كلاود فلير، تمام. دور يعني دوروا عليه هتلاقيه موجود، تمام. يقدر ان هو يعمل لك الكلام ده بطريقه سهله. وكمان هتلاقي فيه هنا حاجه اسمها التي تي ال او تايم درايف، ان احيانا عشان ما يبقاش فيه حاجات داتا قديمه او ستيل داتا، يقدر ان انت تحط له تايم تو اكسبار عشان يبدا يروح يجيب الداتا دي تاني ويحطها ايه عنده، تمام. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها الابلكيشن كاش، وهنا بيتكلم على الميموري كاشنج طبعا، وده تكنيك in which the computer application temporarily stores data in computer main memory زي ال Redis application cache أو ال main cache، تمام. وفي عندي حاجة اسمها ال database cache. في ناس كتير جدا ممكن تبقى استخدمت Redis، تمام، عشان تعمل caching لل application بتاعتها. طبعا عبارة عن، هو من الآخر عبارة عن map queue value، تمام. شوفوا طبعا ال Redis له messaging برضه، messaging queue. طب الداتا بيز كاش، طبعا اكيد داتا بيز كاش، يعني اعتقد اغلب الناس عارفينها، انت لما بتروح ترن كويري في اول مره هياخد وقت، لو رحت نوت ثانيه هتلاقيها في وقت ايه؟ قليل، لانه كاش الحاجه بتاعتك، تمام. فهنا بيعمل هنا ايه؟
في هنا بفرنج تكنيك بيستور الفريكوينت كويري داتا ان تمبرري ميموري، بحيث ان انت لو حبيت ترن الكويري تاني تلاقي واخد وقت ايه اقل، تمام؟ وده ميزته انه بيقلل او بريديوس الورك لودز فور ايه فور داتا بيس، تمام؟ ده بالنسبه هنا للكاشنج ليرز. انا طبعا هنا جبت لك امثله على الكاشنج لير بالشكل ده كده، ده الدي ان اس كاش، فهنا الاي بي بتاعك هتروح على الدي ان اس سيرفر يرجع لك الاي بي، هيروح مكيش الدي ان اس ريكورد انفورميشن فين في الاو اس كاش او في البراوزر، بحيث انك طلبته تاني خلاص، تمام؟ ده هنا السي دي ان وزاوت ووز اسيدنت، تمام؟ ايه اللي حصل؟ انت هنا نفترض ان الاند يوزر وادي الاوريجنال سيرفر، ده بياخد وقت 3 سكند. طيب ده وزاوت سي دي ان، اللي انا عندي سي دي ان، فادي هنا الاوريجنال سيرفر، ده هنا الكاش سيرفر هنا، 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 او ما يطلق عليه بالسي دي ان. فالاند يوزر بدل ما يروح للاوريجنال هيروح لمين؟ الكاش سيرفر، فهياخد وقت قد ايه؟ 1 سكند. نعم بالشكل ده كده. طبعا ده هنا الجزء بتاع الكاش اللي هو الابلكيشن لاير، تمام؟ هذه هنا الاي بي اي كولينج بتاعتها، وادي الداتا بيز، تمام؟ السيرفيس هنا هتروح تجيبه تشوف اذا كان موجود في الكاش ولا مش موجود في الكاش، لو مش موجود في الكاش هيروح يجيبه من الداتا بيز ويرجع يعمل له رايتس في الكاش، تمام؟ وبعد كده يبدا يرجعه لي الاي بي اي تاني من اول وجديد. فده يعتبر هنا الكاش لايرز بالرسومات، لو انت مش فاهم الجزء اللي كان موجود قبل كده بالكتاب، تمام؟ ده هنا بالنسبه هنا للكاشنج لاير. هبدا اتكلم بقى على الديستريبيوتد كاشنج، مهم جدا انا اتكلم على الديستريبيوت كاش. ما هو انا الكاش بتاعي مش موجود على ابلكيشن، او يعني ما انا قلت لك عندي سكيلابل وعندي اوتو سكيلينج وعندي، طب هتعمل ايه في الكاش؟ يعني ابلكيشن مش ابلكيشن، احنا بنتكلم على ديستريبيوت سيستمز، يعني الكلام ده متوزع، انت لازم الكاش بتاعك مش هيبقى في سيرفر واحد والسيرفرات التانية ما عندهاش كاش، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ انا هتكلم هنا على ديستريبيوت كاش، تمام؟ هي بتشتغل زي التراديشنال كاش العادي، بس عندها هنا بيلت ان فانكشن ان هي تعمل ريبليكيت للداتا او شير دي داتا اكروس سيرفر، تمام؟ بتشير داتا اكروس ايه؟ سيرفر. طيب حاجه بالشكل كده زي الديستريبيوت كاش بالشكل ده كده، ادي نود واحد، نود اثنين، نود ثلاثه، نود اربعه، فعندك هنا حاجه اسمها اكتف انستنس وادي الباسف انستنس، زي فرقه الكوره، ناس بتلعب وناس احتياط، تمام؟ طيب فعندك هنا نفترض ان واحده من النود ديت حصل لها داون، فيبدا يعمل حصل عمليه ايه؟ ان في واحد من الباسف يحصل عمليه بريموت وياخد مكان مين؟ الراجل اللي عمل له داون، فده هنا نطلق عليه بالديستريبيوتد كاش. طيب خلي بالك ان الكاش نفسه، هل الداتا اللي انت حاططها في الكاش هتفضل مدى الحياه؟ ما انت عندك فيه رايتس بيحصل، فيه ابديتس بتحصل في السيستم، وبالتالي ممكن يكون عندي فيه مشكله ان الداتا بتاعتي تبقى اصبحت في الكاشنج مش دي الداتا الريال، مش دي الداتا الحقيقيه، لان حصل ابديتس، تمام؟ وبالتالي هنا حاجه اسمها الكاش ايفيكشن، تمام؟ انا بحتاجها هنا عشان ابريفنت الستيل داتا، تمام؟ ان الداتا بتاعتي ما تبقاش ستيل، ما تبقاش اصبحت يوزلس، ما لهاش، لانها اصبحت داتا رابش مثلا، ما عادش موجوده، ما عادش مستخدمه، مش هي دي الداتا الريال اساس الحياه اللي عندك، تمام؟ وان خلي بالك ان الكاشنج هو اونلي موست فاليبل داتا تو سيف ريسورسز. طيب ايه هي الكاش ايفيكشن بروسيس؟ احنا عندنا حاجتين، ده هنا التايم تو لايف انا اتكلمت فيه هنا برضو، ولا هنا it set time period before the cache entry يحصل لها عمليه ديليت، برضه في تايم تو لايف في السي دي ام على فكره، وبستخدمها عشان بريفنت الستيل داتا. طيب في عندي للكاش ايفيكشن بروسيس عندي نوعين، هو في اكتر من كذا نوع بس انا فعلا جبت الموست يوزد، يعني حاجه اسمها ليست ريسنتلي يوزد والليست فريكوينتلي يوزد. طيب ليست ريسنتلي يوزد، انت حاطط داتا في الكاش، تمام؟ الداتا دي ممكن يحصل لها عمليه طول ما هي يعني موجوده او حصل لها
تي تي ال تايم تو لايف. على اي اساس انا اروح ان انا اروح اقول الداتا ديت شيل الداتا ديت واعمل داتا ثانيه، شيل الداتا ديت يعني فاهم ده. ما هي عباره عن كيو فاليوز بس، انا امتى اشيل ده الكي الاولاني ما عادش لازمه يعني. بمعنى صح انا رحت على الوايت بورد افترض ان انت عندك هنا بول بالشكل ده كده، البول ده فيه هنا مجموعة داتا بالشكل ده كده، مجموعة داتا بالشكل ده كده، مجموعة داتا بالشكل ده، مجموعة بالشكل ده كده، مجموعة بالشكل ده كده، تمام؟ طيب ده ما عادش لازمة بقى لفترة كبيرة، وده ما عادش موجود في الكاش بس ما عادش مستخدم، ما عادش له قيمة، الفاليوز بتاعته أصبحت قديمة، تمام؟ فإيه الطريقة بقى اللي أنا أستخدمها عشان عندي أغير الداتا دي؟ في عندي حاجة اسمها list recently used LRU، وفي طريقة تانية اللي هو list frequently used أو LFU. أنا هستخدمهم عشان أقدر إن أنا أمنع الستيل داتا دي تفضل موجودة في الكاش، وبحيث ان انا في الاخر برضو احافظ ان الداتا بتاعتي تبقى كونسيستنس مع الداتا بيز بتاعتي. طيب ادي هنا الليست ريسنتلي يوزد، قال لك هنا ايه؟ قال لك بيعمل عمليه ديسكارد للليست ريسنتلي يوزد، يعني مين اقل حاجه حد استخدمها، تمام؟ ده الليست ريسنتلي يوز. يبقى بالتالي هنا هي عنده الجوريزم هيكيب تراك على مين وات ووز يوزد، كيب تراك وات ووز يوزد. طب خلي بالك ده ليست ريسنتلي يوزد، يبقى انا عندي هنا في الجوريزم هيكيب تراك على ايه الحاجات اللي مزبوط. وبالتالي اقل اقل قيمه، يعني انا مفترض ان انا عندي هنا الكي الاولاني استخدمه 10، الكي الثاني استخدمه 20، الكي الثالث استخدمه 30، الكي الرابع استخدمه 40، مين اقل حاجه استخدمه 10 يبقى اشيله ده خلاص، تمام. طب في حاجه ثانيه اسمها ليست فريكوينتلي يوزد، بيعمل ايه؟ بيقول لك كاونت هاو اوفن ان ايتم از نيدد، بيكاونت هاو اوفن ان ايتم از نيدد، ذوز that are used least often are discarded first. يعني ايه؟ ما فهمتش، تمام؟ طيب بص يا سيدي، قال لك خلي بالك ان list frequently هو زي ال LRU similar، مش زيه قوي، هو شبيه بيه، بس الفرق الوحيد ان انا هنا instead of storing the value of how recently the block was accessed، انا بدل ما بسجل recently block was accessed، لا انا بستور ايه؟ the value of how many times was accessed، of how many times ايه؟ was accessed. بمعنى قال لك ان list recently used ديت بتريموف list accessed key وبت add new key، تمام؟ لكن الليست فريكوينتلي انت عندك بتكتب رقم كام كي، يعني تراك نمبر اوف تايمز الكي از اكسسد، تراك نمبر الكاونت بتاعتك كام مره حصل له اكسس، تمام؟ وبتدروب للليست يوزد وين الكاش از فول. طبعا الميكانيزم بتاع الكاش افكشن ده بيستخدم في حاله لو انا عندي هنا الكاش فول، يعني خلاص ما عادش في مكان في الكاش، ابدا اطبق واحد من الاثنين دول، يا اما الليست ريسنتلي يوزد يا اما الليست فريكوينتلي يوزد. الليست ريسنتلي يوزد بيستور الفاليو اوف هاو ريسنتلي بلوك ووز اكسسد، تمام؟ الثاني بيستور الفاليو اوف هاو ميني ات ووز اكسسد، تمام؟ واحد هاو ميني، واحد هاو ريسنتلي بلوك ووز اكسسد، تمام؟ ابدا اتكلم بقى على الكاش استراتيجيز، هو انا هعمل الكاش بقى ازاي؟ هطبقه ازاي؟ ايه الاستراتيجيه اللي على اساسها انا
هعمل الكاش بتاعتي. طيب عندي كم نوع؟ عندي 5. في عندي حاجة اسمها الكاش اسايد، وفي عندي حاجة اسمها الريد ثرو. تمام. الكاش اسايد معناها ان الكاش is setting aside the database. ادي الكاش اسايد اهوت، وادي الداتابيز اهي. تمام. اللي بيحصل الابلكيشن بتاعي if the data exists in cache هيريد الداتا فروم كاش. طيب لو مش موجوده، if data doesn't exist in a cache هيروح يريد الداتا منين؟ من الداتابيز. يريد الداتا من الداتا بيز، وبعد كده يابديت الداتا تو الكاش. يابديت الداتا ايه؟ الكاش. يبقى هنا لو الداتا اول حاجه ابلكيشن هي اسك الكاش، الابلكيشن هيعمل اسك فيرست الكاش، لو اكزيست خلاص رجع من الكاش. طب خلاص لو الداتا بتاعتي هنا اف نوت اكزيست، فالابلكيشن ويل ريكويست فروم داتا بيز اند رايت ات تو الكاش. يبقى هروح جاي من الداتا بيز وهعملها رايت لمين؟ للكاش. وبعد كده ارجع فروم لو اديت الطلب الثاني اقدر ارجعها فروم ايه؟ الكاش. تمام. انا عندي هنا خطوه هروح اسال موجود؟ اه. طب رجع. مش موجود؟ طب روح هات من الداتا بيز، وانت بتجيب من الداتا بيز رايت للكاش، وبعد كده رجع الداتا ايه؟ بتاعتك. تمام. طب الريد ثرو، الريد ثرو قال لك ان الكاش ده هنا ان بتوين الابلكيشن اند الداتا بيز، بتوين يعني بالشكل ده كده، ده الكاش يعني حاجه هنا ميدل وير ما بين الداتا بيز وما بين الابلكيشن بتاعتك. تمام. قال لك الابلكيشن هنا يحصل له ايه؟ ما بيطلبش غير من الكاش بس، ما بيطلبش غير من الكاش بس. خلي بالك ان الكاش سايد ده الموست كومن يوزد، ما بيطلبش غير من الكاش بس. طب مش موجود في الكاش، قال لك الكاش مسؤول ان هو يروح يتريف الداتا من الداتابيز ويحفظها عنده، وبعد كده يرجع الداتا لمين؟ الابلكيشن. يبقى انا اف كاش مس كيرز الكاش هيبقى ريسبونسبل ان هو يتريف الداتا فروم مين؟ الداتابيز، وبعد كده ابديت اتسلف اند ريتيرن الداتا لمين؟ للابلكيشن. ده الريد ثرو، عشان كده اسمها ريد ثرو. انا بروح اقرا من هنا، وبعد كده لو مش موجوده فالكاش هو اللي هيعمل كل حاجه، انا مش دعوه. تمام. طيب على عكس هنا في الكاش سايد الابلكيشن هو اللي كان بيبقى ايه؟ مسؤول. طيب النوع التالت حاجه اسمها رايت ثرو، وفي الرايت باك او الرايت بيهايند، وفي الرايت اراوند. دول الخمسه كاش استراتيجيز. طيب الرايت ثرو قال لك هو زي الريد ثرو، سيميلر تو الريد ثرو. ادي الرايت ثرو برضه هنا ان بتوين الداتا بيز تمام والابلكيشن. تمام. طيب الكاتش هنا ايه؟ الكاش سيتس ان بتوين. قال لك خلي بالك ابلكيشن بيرايتس الداتا لمين؟ للكاش. الابلكيشن بيرايتس الداتا للكاش، والكاش هو اللي بيرايتس الداتا لمين؟ للداتا بيز. تمام. كانه هنا عمل ايه؟ يعني دلوقتي انا بعمل ابديت، مش هروح اكتب في الداتا بيز دايركت، ده هروح اكتبها في الكاش، والكاش هو اللي هروح اكتبها فين؟ في الداتا بيز. فاصبحت دلوقتي كانها ايه؟ موجوده في الكاش. تمام. على عكس برضه الكاش اسايد، كنت انت اللي بتقول لو الداتا بروح اكتبها انا في الداتا بيز وارجع انا ابديتها فين؟ في الكاش. تمام. الرايت باك قال لك ان الرايت باك has similar setup with the right through، هو يعتبر نفس القصه يعني in between برضه الداتا بيز وما بين الابلكيشن. طيب الابلكيشن هيرايس الداتا مين؟ للكاش. تمام. بس خلي بالك هو بيرايس الداتا للكاش، مش لازم هنا يعتبر ان هو ايه في ساعتها يروح يكتب في الداتا بيز دايركت، لا ممكن يبقى فيه شويه ديلي، ممكن يبقى فيه ايه؟ شوية ديلي.
تمام. يبقى هنا there is a delay in writing from الكاش to database. وقال لك ان الكاش بي updates او بي flush only the updated data to database once in a while. يعني لو هو عنده مجموعة, يعني مثلا نفترض ان البول بتاعه فيه 5-6 تشينج خلاص, هو اوريدي موجودين في الكاش بس في الداتابيس, لكن لما يكون عندي جهاز كبيره بقت 10 لا فلاش مره واحده تمام, حاجه بالشكل ده اسمها رايت باك. تمام, في حاجه اسمها رايت اراوند. الرايت اراوند هنا ده بيستخدم الكاش سايد او الريت ثرو استراتيجي, يعمل عمليه كومباين ما بين الكاش سايد او الريت ثرو. يا اما الابلكيشن بيرايت دايركتلي للداتابيس وبعد كده الداتا هيحصل لها read from الكاش, يعني حاجه بالشكل ده. يا اما ده الراوند ده الريت ده الرايت اراوند ويز الريت ثرو او الرايت اراوند ويز الكاش. تمام, فهنا لو الداتا مش اكزيست تمام اللي هيحصل الابلكيشن اونلي رايتس الداتا للداتابيس. تمام, لو مش موجوده في الكاش خلاص. تمام, فهنا ده هنا الرايت اراوند. طب هنا بقى الابلكيشن برضه هنا رايتس اونلي مين للداتابيس, ما عادش هنا في الجزء ده كان في الريد ثرو كنت بتروح تريد من الكاش, لو مش موجوده تروح تجيب ايه من الداتا بيز وبعد كده الكاش هو المسؤول ان هو ابديت نفسه وبعد كده يرجع مين الداتا. والرايت ثرو نفس القصه, كنت بتروح ترايت في الكاش والكاش لا قال لك انا مش علاقه, انت هتروح ترايت لمين؟ الكاش مش مسؤول ان هو يعمل رايت, لا انت الابلكيشن اللي مسؤول يعمل ايه رايت. فده هنا الرايت اراوند, يعني حاجه بتكومباين ما بين الرايت اراوند مع الكاش سايد او الرايت اراوند مع الريد ثرو. ده بالنسبه هنا للكاش استراتيجي. نيجي بعد كده لحاجه اسمها الداتابيز سكيلينج. نتكلم بقى على الداتابيز سكيلينج, ازاي سكيل الداتابيز بتاعتي. هل بالك نقطه او بتقول عليها كي انفورميشن ان موست ويب ابس الماجورتي بتاعتها الريد بتبقى الراوند 95%, سواء على تويترز عمليه انت تقرا التويتس هتبقى اكتر من عمليه انت تعمل رايتس, الفيسبوك بوستس عمليه انت تشوف البوستس او ان هي الفيدز بتاع البوستس اكتر من ان انت ترايت بوست. كام بوست ممكن تشوف في يوم؟ جوجل سيرشنج نفسها. تمام, طيب قال لك البيزك سكيلينج تكنيكس, احنا عندنا ايه كام حاجه. عندنا في حاجه اسمها الاندكسز, في عندي دي نورماليزيشن انا اتكلمت على فيديو كامل ليها. عندنا حاجه اسمها كونكشن بولينج, عندنا الكاشنج تمام, عندنا الفيرتيكال سكيلينج. طيب احنا اتكلمنا برضه على الفيرتيكال سكيلينج. طيب الفيرتيكال سكيلينج معناه ان انا هكبر في المان باور بتاع السيرفر بتاعي, او ان انا هجيب سيرفر كبير, وده اسهل حل عندي بالنسبه لي لو انا عايز ابدا اشتغل. وبالتالي لما تيجي تكبر هتكبر في الباور بتاعه, يا اما سي بي يو يا اما هارد درايف يا اما رامات. في الاخر انت بتعمل فيرتيكال سكيلينج على نفس الماشين, مش هورزونتال سكيلينج بان انت بيكون عندك اكتر من كذا ماشين. طيب بعد كده الاندكسز, الاندكس بيبقى على الكولوم, فانت بتاندكس بيزد اون كولوم. اي نعم الاندكس ده هيسرع البرفورمانس او الريد برفورمانس بتاعتك, بس خلي بالك ان رو درو باك ان هو يعمل ايه, ان الرايت والابديت هتبقى سلور بطيئه. تمام, فده درو باك بتاع الاندكس, بس تخلي بالك وانت بتعمل اندكس لان الاندكس بيفرق جدا في عمليه الكولومز بتاعتك. تمام, وتخلي بالك ان الاندكس كمان بيعمل ايه, بياخد ستورج او بيريكوير ستورج, فانت كل ما بتكتر الاندكسز فكل ما يبقى الستورج بتاعك بيزيد, فلازم تخلي بالك من الموضوع ده جدا. تمام, بعد كده الدي نورماليزيشن. دي نورماليزيشن, وعلى فكره في مقاله موجوده تقريبا اما على الفيسبوك او على تويتر بتتكلم على الدي نورماليزيشن وازاي ان هم حلوا مشكله كبيره جدا عن طريق الدي نورماليزيشن. طب الدي نورماليزيشن هو عباره عن ايه؟ ان انا بسيف ريدندنت داتا تو التيبلز تو ريديوس الجوين, يعني معنى صح ان انا مثلا مثلا عندي تيبل كاستمرز وتيبل اسمه الاوردرز, وانا محتاج ان انا لما اسيلكت الاوردرز محتاج يكون عندي الكاستمر نيم والكاستمر فون نمبر. تمام, فانا بقى لما اعمل جوين ما بين التو تيبلز دول عشان اقدر اجيب الداتا, طب ما ايه رايك ما نسيف الاوردر تيبل للكاستمر فون نمبر والكاستمر نيم,
محتاج لما اروح اجيب الاوردر انا عندي الفون نمبر وعندي النيم، مش محتاج ان انا اروح اجيب من الكاستمر تيبل. فدلوقتي ده اسمه دي نورماليزيشن، تمام؟ فده بيساعد ان هو بيعمل بوست للريد بيرفورمانس، هيسلو داون الريست سمارت، لان طبعا دلوقتي حجم الداتا اللي بقت بتكتب في التيبل زاد، فهيقلل عمليه الرايتس. طبعا عندي في مشكله في الريسك انكونسيستنس ذات اكروس تيبلز، لان طبعا انت لما بتروح تضيف في الكاستمرز هتابديت حاجه، فانت مثلا لو انت بتابديت في الكاستمر فون نمبر محتاج تابديت في الاوردر كمان الفون نمبر بتاعه، والا اصبحت الداتا هنا ايه ان كونسيستنت، تمام؟ طبعا الكود هنا از هارد تو رايت، بمعنى صح هو مش هاردر قوي، بمعنى صح ان انت محتاج ان انت تعدل في الكود بتاعك على اساس ان انت تحل المشكله دي، تمام؟ طيب بعد كده الكونكشن بولينج، المقصود بالكونكشن بولينج انت عمليه ان انت تعمل ريوز للكونكشن، بمعنى صح ان انت دلوقتي عامل كونكشن بولينج 20 على مستوى الداتابيز، فانت ما ينفع كل ما تزيد عدد الكونكشنز كل ما يحصل يعني كل ما الداتابيز بتاعتك بتتخنق، يعني بيبقى عليها ضغط كتير. فالكونكشن بولينج بيساعدك ان انت اي كونكشن اصبحت ريوز هو بيروح يجيبها لك، فبتلاقي نفسك ان انت عدد الكونكشن اللي انت لا يزيد عن 5 أو 6 او بكتير 10، تمام؟ فده معناه ان انا بقلو مالتيبل ابلكيشن ثريدز تو يوز ذا سيم داتابيز كونكشن، تمام؟ وبسيف الاوفر هيد على الاندبندنت داتابيز ايه كونكشن. الكاشنج اللي احنا اتكلمنا عنه باستفاضه، تمام؟ قال لك ان الكاش طبعا بيبقى هنا نوت دايركتري ريليت تو داتا بيز، ولكن هو بيبقى ان فرونت اوف الداتا بيز عشان يهندل السيرفنج كونكت سيرفيس كونتنت قصدي. خلي بالك برضه دي جمله عقريه، كانت كاش ايفري ثينج، مش اي حاجه احطها في كاش، مش اي حاجه احطها في الكاش، تمام؟ امثله على الكاش عندنا في حاجه اسمها ريدس وفي حاجه اسمها ميم كاش. بعد كده هنتكلم على موضوع جديد خاص بـ الريبليكيشن والبارتيشننج، موضوع مهم جدا. والريبليكيشن احنا اتكلمنا عليه واحنا بنعمل استيمتس، تمام؟ طيب الريبليكيشن معناه ايه؟ ايه قال لك هو البروسيس اوف كرييتنج مالتيبل كوبيز اوف ذا سيم داتا اوف ذا سيم داتا اند ستورينج ذيم انتو مالتيبل ماشينز انتو مالتيبل ماشين اتش 1 of these copies is typically called a replica. يعني ايه؟ يعني عندي الداتا بتاعتي ديت، تمام؟ خدت كوبي منها من الداتا قمت رايح حياتها في ماشين تاني، فاصبح ده هنا كوبي من داتا، تمام؟ طيب ال 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 الجزء الجديد اللي انا خدته ده اسمه ريبليكا. ادي هنا الماستر وادي هنا السليف، وهنعرف بعد كده ان الريبليكيشن هو عباره عن كوبي ذا سيم داتا، يكون عندك هنا مالتيبل كوبي، كانك بالظبط على الهارد درايف انت في الدرايف دي عندك فولدر، انت واخد نفس الفولدر ده عامل له كوبي في درايف اي، فانت هنا عملت ريبليكيت. ده بالمعنى البسيط، تمام؟ طيب ليه انا محتاج الريبليكا؟ الريبليكا بتستخدم في عمليه الريد، الريبليكا بتستخدم في عمليه الريد، ان انا مش محتاج ان انا يكون عندي المين داتا الرئيسيه، ما يكونش ان انا يكون عندي هيتس كتير على، يعني لو انت عندك طبعا احنا متفقين ان اغلب السيستم الريد بتاعتها اغلى اكتر من الرايتس، فانا هعمل ايه؟ هخلي ان المين داتا بالشكل ده كده. خلينا دلوقتي نروح على الوايت بورد، نمسح الكلام ده. ادي هنا المين داتا بتاعتك أو الماستر. مع السلامة. ودي هنا. الريبليكا. الاثنين كوبي. انا هعمل ايه؟ هخلي ان كل الريدز بتاعتي يروح للريبليكيت وكل الرايتس بتاعتي تروح تكتب في الماستر، تمام؟ يبقى هنا بين الريدز ثرو ريبليكا و الرايتس
to the master. رايتس مي للماستر تمام. وبالتالي هنا انا عمليتي ان انا قللت هنا الهيتس كتير على ايه الماستر. احنا متفقين انت مثلا افترض انت احنا اتفقنا في المثال بتاع الاستيميشن قلت لك انت عندك 300 مليون ريكوست ريد و 1 مليون ريكوست رايتس تمام. هنبدا نعرف ازاي الكوميونيكيشن ما بين الاثنين بتتم ازاي عشان ما يبقاش يكون عندي ستيل داتا هنعرفها تمام. وبالتالي انت ممكن ما يبقاش عندك ريبليكا واحده، ممكن عندك ريبليكا واثنين وثلاثه، وطبعا في حد بيدير عمليه التحويله ديت ما بين تروح لانهي ريبليكا تكون موجود فيها الداتا تمام. نرجع تاني انا محتاج الريبليكا ليه؟ انا محتاجه عشان انا allow system to work even parts of it are down. انا عندي هنا reliability تمام. اقدر اهاف الداتا بتاعتي جيوغرافيكال كلوزر تو الكلاين، عايز ان انا اخلي موضوع ان الداتا بتاعتي او الريتنس بتاعتي تكون قليله. اقدر انكريز الثروبوت بتاعتي by allowing more machines to serve read only request تمام. وده ما دام في اسئله الاي دبليو اس اصلا لما بيجي يقول لك والله انا عندي هنا الريد اكتر من الرايتس ومش عايز يكون فيه هيتس على البتاع تعمل ايه؟ فهتقول له اعمل ريبليكا تمام. الريبليكا اركتشر بيبقى موجود فيها حاجتين، ايه هما؟ زي ما انت شايف كده ماستر وسليف، او بيطلق عليهم ليدرز او ماسترز وفولورز او سليفز اور ريبليكا تمام اور ريبليكا تمام. الماستر او الليدرز دول ده عباره عن بيأكسبتوا الرايتس فروم الكلاينت، اما السليفز او الريبليكا دول بيبروفايد الريد اونلي اكسس لمين؟ للداتا. حاجه بالشكل اللي انت شفتها. الريبليكا هنا بتشتغل ازاي؟ دي بقى عمليه الكوميونيكيشن ما بين الماستر وما بين السليف تمام؟ يعني دلوقتي انا بكتب الرايت في الماستر، طب الريبليكا هيعرف منين؟ ما الداتا اتغيرت. ازاي يعمل سينك ما بين الماستر وما بين السليف او ما بين الماستر وما بين الريبليكا تمام. يبقى بالتالي هنا ان الجنرال ايديا بتاع الريبليكيت سيستم از وين رايتس اوكيرز ان نود ذس رايت لازم يحصل له عمليه ديستريبيوتد لمين؟ للاذر نودز او للريبليكا. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ يا اما سينكرونس يا اما اسينكرونس تمام. طيب اسينكرونس ازاي؟ نروح هنا على الجزء هنا. طيب اذا انا هنا نفترض هنا انا بعمل رايت سيل تمام، وعندي هنا اكتر من نسموه هنا ريبليكا 2 هذا هنا ريبليكا 3 تمام. طيب الرايتس ده جه للماستر، فالماستر يعمل ايه؟ الماستر قام راح باعت للريبليكا اكتب لي الرايتس ده، اكتب لي الرايتس ده، اكتب له الرايتس ده تمام. فده رجع له سكسس، رجع له سكسس، رجع له سكسس، يكتب عنده هو وقام راح مرجع له ليه ريكوست سكسس. ده اسمه هنا سينكرونوس، اسمه هنا ايه؟ سينكرونوس. في تزامن زي ما انت شايف، لازم الموضوع ان انا اخد كانك بالظبط زي مثلا ما بتعمل في الداتا بيز ترانزاكشن كوميت 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 كل كوميت كوميت مره واحده تمام. ده بالظبط هنا بالنسبه لموضوع الاسينكرونس. فالرايتس هنا كتبوا هنا، سال هنا اوكي، هنا اوكي، هنا اوكي، اوكي تمام. ده بالنسبه هنا للسينكرونس بالشكل ده زي ما انتم شفتوا. يبقى هنا الاسينكرونس، السينكرونس قصدي
ان الرايتس نيد تو بي كونفيرمد باي الكونفيجرابل نمبر اوف فولورز بيفور او اللي هو الريبليك الليدر ريبورت ايه سكسس. الاسينكرونس بقى مختلف في ايه؟ نرجع تاني هنا على البورد نغير الشكل ده كده. انا جالي هنا الرايتس من ماستر، ماستر هيكتبه واقول له خلاص سكسس، ويبدا هو بعد كده الماستر ده يبعت للريبت، يبعت لده، يبعت لده، بس هو رد الاول هنا ايه سكسس، فده اسمه هنا ايه اسينكرونس. محتاجش ان نستنى ان كل الريبليكا الثانيه تقول له هنا ايه سكسس، لا. ده بالنسبه هنا للاسينكرونس. تمام، يبقى هنا الاسينكرونس هنا ان الليدر هيريبورت سكسس immediately after الرايت was committed to its own disk، وبعد كده يبلغ الفولورز بقى apply the changes that لل own base. تمام، ده بالنسبه هنا لموضوع الريبليكيشن. يبقى احنا عرفنا هنا الديفينيشن ليه انا محتاج الريبليكيشن، الاركتكتشر بتاعه عامل ازاي، وازاي بيشتغل الاركتكتشر ده كده. ابدا اتكلم بقى على البارتيشننج، ابدا اتكلم على البارتيشننج. طيب يعني ايه كلمه بارتيشن؟ كلمه بارتيشن دي هي البروسيس ان انا هعمل فيها سبريتنج للداتا في السوفت وير سيستم انتو سمولر. يعني ايه؟ الهارد درايف هو عباره عن سي، فانا عملت مجموعه بارتيشنز فقسمته، فانا قسمت الداتا بتاعتي لاندبندنت يونتس، اندبندنت يونتس، كل واحده من دول او كل يونتس من دول بيقول عليها ايه بارتيشن. زي المشين، قمت عامل ثلاثه ماشين وكل ماشين فيها بارتيشنز، عندي ثلاثه بارتيشنز، ثلاثه بارتيشنز، ثلاثه بارتيشنز، فبالشكل ده بقى عندي هنا ايه ثلاثة ماشيز مع تسع بارتيشنز. طيب أنا محتاج برضو البارتيشنز دي ليه؟ قال لك أولاً المين ريزون الأساسي عشان الاسكيلابيلتي. بمعنى إزاي؟ طيب قال لك خلي بالك الكويريز بتاعتك كان بي ران إن بارل أون البارتس أوف داتا سيت. هات لو إحنا بنتكلم على الداتا بيز، فدلوقتي أنا قسمت البارتيشنز بتاعتي، أو يا سيدي أنا هتكلم دلوقتي هنا على الهارد درايف وقسمت سي دي اي. تمام خلاص، رحت رميت اكشن على السي، رحت رميت اكشن على الاي، والاثنين في نفس الوقت، ده راح يجيب داتا من هنا وده راح يجيب داتا ايه من هنا، منفصلين عن بعض، على عكس لو كانوا حاجه ايه واحده، لو كانوا سي واحد وانا رميت على اثنين كويرز هتلاقي بالنسبه لي هنا ايه الموضوع بقى فيه شويه بطء، لكن هنا ده كل واحد ايه مختلف عن الثاني. تمام، ان الريد والرايتس هنا سبريد اون مالتيبل ايه ماشين، ده لو بنفترض ان احنا عندنا اكتر من كذا ماشين مش هارد درايف. طيب ازاي البارتيشن ده بقى، او ازاي انا اعمل ابارتيشن، ازاي استخدم البارتيشن ده؟ طيب قال لي الحقيقه انا عندي ثلاثه، ايه هما؟ في عندي حاجه اسمها رينج بارتيشن، رينج بارتيشن، وفي عندي حاجه اسمها هاش بارتيشن، وفي عندي حاجه اسمها الكاستم بارتيشن. الرينج بارتيشن ده نفترض ان انا عندي تيبل كاستمرز، انا عايز اعمل بارتيشن للتيبل ده، فقلت والله انا هبارتيشن كرينج بيزد على اليونيك بتاعي او اليونيك كي بتاعي، اليونيك كي بتاعي اللي هو الكاستمر دي، فانا قلت والله انا هعمل كل مليون في تيبل، كل مليون في تيبل. تمام، عندي 10 مليون يبقى انا عندي 10 تيبل، وبالتالي انا لما اروح اجيب الاي دي ابو مليون وشويه يعني مليون و200 الف مراحل البارتيشن رقم 2. تمام، يبقى انا هنا هتكلم على النشر اوردر كي اسبلت الداتا سيت بتاعتي ريكوير نمبر اوف بارتيشن، ده بيسهل لي عمليه ان انا الريد بتاعي يكون اسرع. تمام، والرايتس بتاعتي برضه هتكون اسرع. تمام، طيب او ان انا هعمل هاش ميكانيزم، هعمل هاش ميكانيزم بمعنى صح ايه؟ ان الهاش بتاعي ده
كأن بالظبط كانوا اتكلموا على النقطة دي في حتة تويتر، وعلى حتة إن لما جاستن بيبر بيعمل تويتة فالمفروض إن التويتس ده تروح لكل الناس اللي هم تحتيه المتابعين له. إزاي؟ وهل لما واحد عادي يكتب التويتة ده هتروح لكل الناس اللي تحتيه؟ طبعا، لأن جاستن بيبر مثلا عنده 10 مليون متابع، أنت شخص عادي عندك 10، تمام؟ فالوضع هنا إيه مختلف. فعملوا حاجة اسمها الهاشنج الهاشنج بارتيشننج ده، تمام؟ هم طبعا عملوا الهاشنج بالشكل ده كده في عمليه البارتيشننج، تمام؟ انه بيكالكوليت هاش اون اتش ايتم كي، وبعد كده بيبرديوس حاجه اسمها موديولا او فانكشنز معينه عشان تقدر تستخدم الهاش ده عشان تقدر تحدد البارتيشن ده. يعني بمعنى اصح، افترض ان انا عندي هنا بارتيشن واحد، بارتيشن اثنين، بارتيشن ثلاثه. لكل واحد من دول وسميته واحد اتنين تلاتة أربعة، تمام؟ الهاش بتاعي في كل واحد من دول واحد، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة. أنا صار دلوقتي عايز أروح على بارتيشن معين، هقسم عن طريق الفورمولا ديت للكي بتاعي عشان يطلع لي البارتيشن اللي أنا هروح عليه، تمام؟ ده بالنسبة هنا للهاش بارتيشن بالشكل ده كده. في عندي حاجة اسمها الكاستم بارتيشننج. الكاستم بارتيشننج ده أنت بتدور على حاجة اسمها يونيك بروبرتيز أو بيت اكسبلويت لوكاليتي اور يونيك بارتيشن اوف داتا عشان تبدا تحسب الابروشيت بارتيشن تو ستور ذا داتا. زي كان مثال على ايه؟ انا والله هنا هعمل ليست بارتيشننج على اساس السيلز او الريجون بتاعتي. الريجون ايه الريجون بتاعتي؟ انا عندي هنا ايست سيلز ريجون، الويست سيلز ريجون، السنترال سيلز ريجون. خلاص انا لما بيجي هنا عندي البارتيشننج بتاع الليست ده، انا عارف لما ادور على السيلز بتاع الايست هروح للبارتيشن ده. السيلز ده موجود فيه نيويورك، فيرجينيا، فلوريدا. طب الويست في كاليفورنيا و هاواي. طب السنترال في تكساس وفي الينويس، تمام؟ ده بالنسبه هنا للكاستم كاليست. الرينج اشتغلنا على، وهنا اشتغل على الديتس، لكن ممكن اشتغل على الاي دي. الهاش بارتيشننج عمل الهاش الجوريزم بحيث انه يقدر يقسم الهاشنج بالشكل ده كانه هاش كي. تبعت لي الكي الفلاني اقسمه على الكي ده يطلع لي الفورمولا اعرف هو انا ايه بارتيشن، تمام؟ ده بالنسبه هنا للريبليكيشن والبارتيشن. طيب نيجي على اخر حاجه مهمه جدا، هو انا امتى استخدم الريليشنال داتا بيز وامتى استخدم النو سيكوال داتا بيز. سؤال مهم جدا، امتى الابلكيشن بتاعي استخدم ده وامتى الابلكيشن بتاعي استخدم ده؟ طيب خلينا نتكلم من الاول، وانا كنت حتى كتبت الكلام ده على لينكد ان وبعده تاني هنا. وانا لازم اعرف الداتا بتاعتي هي ايه؟ نوعها ايه؟ تمام؟ لو فهمت نوع الداتا بتاعتك هتعرف انت هتستخدم ان داتا بيز، اذا كان ار دي بي ام اس ولا نو سيكوال داتابيز. طيب يبقى انا هنا عندي هنا انواع للداتا، عندي هنا ايه؟ انواع للداتا. طب انواع الداتا ايه؟ هاو داتا از ستراكشر. هنا عندي انواع، في ستراكشر داتا، في سيمي ستراكشر، في ان ستراكشر اصلا. طب ايه بقى كل نوع من دول؟ الاستراكشر داتا انت شايف هنا ايه؟ داتا منظمه استراكشر ليها باوندريز محدده او ليها بروبرتيز محدده، فنقدر اقسمها بشكل مبسط على روز وكولومز، تمام؟ يبقى هنا الاستراكشر داتا هاز ا فيكسد سيت اوف بروبرتيز، اقدر اعملها موديل ان تيبل اوف روز اند كولوم. السيمي استراكشر هي داتا، او ينفع تقول عليها ايه؟ هي سيمي، يعني شبه منظمه، تمام؟ ليها يعني ليها بعض الاتريبيوتس اللي شبه الايه؟ الاستراكشر داتا، تمام؟ بس خلي بالك ان الاتريبيوتس دي بتتغير من انستنس للتانيه. يعني خلي بالك ان السيت اوف اتريبيوتس دي تقدر تفاري فروم وان انستنس تو انستنس. زي ايه مثلا؟ زي مثلا والله انت عندك اي كوميرس ويب سايت، والاي كوميرس ويب سايت بتبيع عليه مثلا كرسي، بتبيع عليه ثلاجه. هو البروبرتيز اللي هي نزل البروبرتيز اكيد في اختلافات، بس الاثنين برودكت، الاثنين برودكت، صح ولا لا؟
ده له بروبرتيز وده له ايه بروبرتيز ثانيه. تمام. الار ستراكشر ده قال لك ان هي ما ينفعش تفيت انتو تيبلر ستراكشر او في تيبل، ودي بتبقى زي الايمجز والاوديو فايلز. ده ار جود اكزامبل اوف ان ستراكشر داتا، ار جود اكزامبل اوف ستراكشر داتا. وبالتالي هنا الاستراكشر داتا هي عباره عن داتابيز او داتا وير هاوس او اي ار بي او سي ار ام. السيمي ستراكشر داتا حاجات بتبقى جيسون اكس ام ال سي اس في. خلي بالك ان برضو بعض الار دي بي ام اس زي البوست جريس داتابيز بقت بتسبورت السيمي ستراكشر داتا، يعني انت ممكن تحط جيسون داتا جوه كولوم في البوست جريس. فدي فيتشرز ما كانتش موجوده بس اصبحت موجوده ايه دلوقتي. الان ستراكشر داتا دي زي الفيديوز والاوديو والايمجز والسنسور داتا والدوكيومنتس بالشكل ده كده. تمام. كفايلات يعني بي دي افات او حاجه بالشكل ده دوكيومنتس. يبقى انا اذا هنا انا عرفت امتى هستخدم الار دي بي ام اس او النو سيكول بناء على تعريف الشكل الداتا بتاعي، هل هي ستراكشر ولا سيمي ستراكشر ولا ان ستراكشر. تمام. وبكده احنا خلصنا السيستم ديزاين كورس. تمام. ومطلوب من دلوقتي ان احنا نعمل ديزاين يوتيوب كلون. تمام. عشان نبدا نعمله. هنعمله ازاي؟ زي ما عملنا السيستم ديزاين بتاع الفيسبوك فيدز، هنبدا نعمل السيستم ديزاين بتاع اليوتيوب دلوقتي. بس طبعا محتاج ان احنا نروح على البراوزر عشان نبدا نعمل الحاجه بالشكل ده كده. هنيجي بقى هنا على التول ديت حلوه عشان نبدا نعمل يوتيوب كلون سيستم ديزاين. طيب اول حاجه قلت لك ايه؟ ان انا ببلد سيستم ديزاين اللي هو عباره عن مجموعه كومبوننتس. تمام. والكومبوننت دي هتكلم بعضها بيزد على ايه؟ سبيسيفيك ريكويرمنت. يبقى انا هنا لازم احدد الريكويرمنت بتاعتي. تمام. ايه الريكويرمنت؟ طب هي وانا بعمل يوتيوب يبقى انا محتاج ان انا يكون عندي فيو فيديوز، صح؟ رقم اتنين هابلود فيديوز. رقم ثلاثة لايك و ديسلايك. رقم أربعة في كومنتس. تمام. يبقى هنا في رقم خمسة سيرش اون او سيرش فانكشنات. يبقى انت هنا بتتكلم ان انت عندك هنا كام حاجه؟ خمسه ريكويرمنت. هفيو الفيديوز، هابلود فيديوز، هلايك وديسلايك، هكومنتس، واعمل عمليه سيرشنج. تمام. طيب بعد ما عملنا الريكويرمنت ديت لازم اروح احط عمليه ايه الباك انفلوب عشان ابدا اعمل عمليه استيميت لمين استيميشن او الباك. خليها هنا دي كده تحت احسن عشان دي كده باك انفلوب استيميت. انا هنا طبعا في الباك اوف انفلوب استيميت انا محتاج ان انا استيميت الاستورج، محتاج ان انا استيميت الباندويث. تمام. طيب هفترض ان انا عندي هنا roughly estimated او لان انا عندي بعض مثلا الكي داتا مثلا اللي عندي بتقول لي والله ان انا عندي
ان في 500 اورز الناس دي بتتفرج او 500 اورز ابلودد بير دي. دي شوية ميتا داتا كده انا بفترضهم، وان انا عندي هنا 1 بليون hours watched per day. انت متخيل الكلام ده عامل ازاي؟ من الكي داتا ديت انا بقى عايز ابدا احسب هنا الاستورج قد ايه. احنا قلنا 500 hours uploaded per day صح؟ هنا بقى هنا كده ال 500 hours uploaded per day دول يعني عشان في المينتس هعمل ايه؟ هحولهم لايه؟ هعمل 500 في 60. انا بتتكلم على 30,000 minutes، 30,000 per minutes. انت متخيل ده بير minutes. طيب حجم الفيديو قد ايه؟ 50 يعني. فانت بتتكلم من هنا 30,000 في 50 ميجا بايت. 50,000 ايه؟ 50 ايه؟ ميجا بايت. طيب هيدوني هنا كام؟ ادي 1.5 وجنبه هنا كام؟ 0 4 اصفار. تمام. طيب لو انا قسمت على 1000 دول 150,000 ميجا بايت، هيديني 150 جيجا بايت. تمام. ده هنا roughly per minutes. طيب ده بالنسبة هنا للستورج. طيب اجي ده هنا خلي بالك هنا ايه per minutes. طيب لو انا عايز اخليهم بقى per day ناخد ال 150 جيجا بايتس العظيمة ديت واضربها في 60 واضربها في 24 هتديني كده رقم خزعبلي. تمام. بالجيجا بايت نمبر وخلاص. الرقم ده انا هحتاج ان انا اقسمه على 1000 عشان هيطلع لي بالتيرا بايت، وليكن مثلا 2.16 تيرا بايت. فده هنا بالنسبة هنا للأماونت بتاعت الداتا اللي هتكون موجودة عندي كستورج. طيب يبقى ده هنا نقول هنا كستورج، نكتب هنا نقول ده هنا الستورج استمت ده بير دي. انت هنا الابلودد فيديوز بير داي 2 تيرا بايت. سيادتك بقى تاخد ده كده وتقول ال 2.16 تيرا بايت دول تضربهم في 365، شوف انت بقى عايز تخزنهم كام سنه؟ 10 سنين. انت بقى مطلوب منك تطلع الرقم بالصراحه عشان نستوعبه. نكتب هنا تيرا بايت ده 14 years. طيب نيجي بقى هنا للباندويتس
انا بقى لو عايز احسب الباندوز كان عندي هنا ايه 1 بليون اورز واتشت بير دي، يعني واحد وجنبه 9 اصفار، يبقى 3 6 ناقص 0 صح؟ ده 1 بليون ايه اورز واتشت بير دي. انت متخيل الرقم؟ والله مش عارف الرقم ده. 3 رقم كبير جدا، عايزين نجيب رقم قليل ونبدأ نحسب الحاجة بتاعته. انا مش عارف اجيب رقم قليل الصراحة. طيب الباندوتس ده انت بتقول ان انت عندك 1 بليون اورز واتشد بير داي، طيب مش الساعة بتتفرج على قد ايه؟ الباندوتس بتاعك قد ايه؟ 3 جيجا 6 جيجا تمام. انت متخيل الرقم؟ انا مش عارف اكتب الرقم ازاي اصلا. ده بس ده هنا بيردي، ويعني واقسمه على الرقم اللي هيطلع، اقسمه على 1000 عشان تحوله لتيرا بايت تمام. ده بس ده مقدار يعني احنا لو قسمنا على 1000 هنا تمام، فيطلع هنا الرقم كام؟ يعني 3 في 1000. انا مش عارف احول الرقم اصلا. يعني هنا تقريبا يطلع 3 وجنبه 6 اصفار، 3 مليون تيرا بايت. تقسم على 1000 كمان يبقى 3000 بيتا بايت. بسم الله ما شاء الله. ده بس بير اور. بسم الله ما شاء الله، رقم كبير. بعد ما دخلنا في الجزء بتاع الباك انفلوب وعملنا الريكويرمنت، هروح على نكتب الداتابيز ديزاين صح. يعني بس نمشي ده كده شوية كده، بقول للأخ ده كده أنا عايز الموف معايا. خلاص والله حقك عليا، انا اسف. انا هنا في الداتا بيز ديزاين انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا تيبل، اول حاجه تيبل الفيديوز، الفيديو تيبل وعندي تيبل لليوزر تمام. ده هنحدد هنا التيبلز نظر هنا تيبل و الكومنت تيبل انا هنا عايز اجيب روتشارت مش ده اللي انا عايزه. وير فريم
فين التيبلز؟ نكتب هنا ده هنا الفيديو تيبل وخلينا في نوت الفيديو تيبل تمام. لا مش عايز كويس أكيد هنا هيكون عندي هنا الفيديو اي دي وده هنا تايتل ديسكريبشن تمام. مين اليوزر اللي عمل له ابديتد او ابلود قصدي الكرييتد اون وخلي هنا اليوزر ده اللي هو الكرييتد باي تمام وهنا اللايك والديسلايك كل دول هيبقوا كاونت تمام. الفيوز كاونت بتاع الفيوز اللايك كاونت dislike count and views count تمام. الفيديو هنا URL تمام. هيك فيديو تيبل مثلا عندك تاني هنا نيجي على اليوزر تيبل اليوزر تيبل طبعا هنا ده اليوزر اي دي اليوزر نيم والكرييتد اون والكرييتد تاخد يوزر اي دي ويوزر نيم وكرييتد اون. في حاجة تانية ممكن تضاف مثلا فول نيم مثلا ايميل زي ما بتروح تكريت اكونت كده على اليوتيوب مثلا يعني. ده بالنسبة لتيبل يوزر. هنشوف لما كبرنا كده بقى صعبة شوية. خلينا نروح كمان نضيف هنا نيل كومنت تيبل طبعا هنا الكومنت اي دي ومين الشخص اللي عمل فاكيد عندي هنا يوزر اي دي وطبعا هنا الكريتد باي هيبقى مربوطه باليوزر اي دي هنا و على اني فيديو فدي هنا فيديو اي دي والكومنت نفسه كان ايه والكرييتد اون كلام تمام.
ده بالشكل ده كده، ده شكل الداتابيز ديزاين. طبعا انا مش بكلون اليوتيوب از يوتيوب ايه بشكل كامل يعني. طيب يبقى احنا هنا عملنا الريكويرمنت، فيو فيديوز، ابلود فيديوز، لايك وديسلايك، كومنتس، سيرش، تمام، الباك اوف الانفلوب، عملنا الاستورج ستيتمنت الاستيميت قصدي، والباندويتس، تمام. برضه هنا ما اتكلمناش هنا على الريد والرايتس، برضه نيجي هنا نتكلم على برضه كي داتا. بفترض ان انت عندك هنا عدد اليوزرز قد ايه مثلا، يعني انت بتتكلم مثلا هنا 1 مليون ريدز على الاورز، و 100,000 رايتس على الاورز. يعني انت بتتكلم هنا ان انت عايز تحسب هنا الريد قد ايه. فتخيل ان انت هنا، انا مش بحسب بس هنا ان انت 1 مليون ريدز على الاورز، ف لو بير سكند فانت بتتكلم على هنا ايه، هتاخد ال 1 مليون ريدز على الاورز ده وتقسم ال 1 مليون دول على 86,000. الحمد لله افتكرت ان 86,400 عشان تعرف انت هنا كام ريدز بير سكند، تمام. طيب ولو احنا حبينا نعرف بير داي، هناخد ال 1 مليون دول نضربهم في 24 لأننا في الأورز بس، يطلع لي هنا بير داي. الحسابات أنا ما عشان أقعد أحسب الحساب ده هتاخد لها، تمام. نفس الوضع بالنسبة هنا للرايتس، كلمة 100,000 على الرايتس لازم تحسبها بير سكند، هتقسم ال 100,000 على الرايتس دول في الاورز على، لما تعرف انت بتكمل كام رايتس في السكند وكام رايتس في الداي، فالموضوع بالنسبه لك هيبقى ايه، سهل، تمام. ده بالنسبه هنا للريد والرايتس. انا خلاص عملت الريد، موضوع الرايتس بالنسبه لك ما فيهوش مشكله، زي ما عملنا في الريد زي ما عملنا ايه في الرايتس. طيب نيجي بقى على هنا، عايزين بقى بسم الله ما شاء الله نقول ان احنا عندنا هنا هنا اللود بالانس، وده هنا عايز اجيب لك هنا يوزر، ده كلاينت هنا بالشكل ده، تمام. او كلاينت بالشكل ده كده، نتكلم هنا او هتكلم هنا على لوب بالانسر، تمام. وادي هنا
الداتابيز بتاعتك. تمام. وادي هنا اكيد هيبقى في هنا الكاش بتاعك. تمام. و بتتكلم ان هنا ده الويب سيرفر. بس عايز انت ما انت عندكش ويب سيرفر، عندك هنا كمان ويب سيرفر تاني. هنعمل كوبي هذا هنا ويب سيرفر واحد، ويب سيرفر اثنين. تمام. وادي الكاش بتاعك، وادي هنا الداتابيز بتاعتك. طبعا انت ممكن يكون عندك هنا بالنسبة هنا الراجل العظيم ده هيوزع الترافيك بتاعه ده هنا نوت بالانسر. هذا البالانسر هنا يكلم السيرفر ده ويكلم السيرفر ده بيزد على الراوتنج اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمام. نروح على الويب سيرفر الاولاني. تمام. طبعا عندنا هنا في حاجتين، هنا في عندي هنا جزء انا عايز اعمل لك جزء الرايتس وجزء ال عندي الكاش اهيت. تمام. الويب سيرفر طبعا هنا هيريد من الكاش طبعا، ده هيريد برضه هنا من الكاش. طبعا هنا الريد من الكاش هيبقى مثلا ميتا داتا على الفيديوز. تمام. ودي الكاش هنا هتجي هنا ايه. تمام. طيب وعندنا هنا كمان هنا مسج كيو او مثلا اي بي ام كيو او اكتيف ام كيو او كافكا اي حاجه تكيو، يعني بحيث ان الراجل ده انا هنا عايز اقول هنا ايه ده هنا ريد. طب لو الراجل ده عايز يعمل هنا يابلود فيديو كده هيروح على مسج كيو، ومسج كيو لازم يكون هنا فيه كومبوننتس او اعتبرها سيرفيس الرايت سيرفيس. هتعمل ايه؟ هتجيب من الكيو وتروح تعمل في الداتابيز. تمام. وعرفنا هنا في الكاش في هنا هنا طبعا رايت و الداتابيز. تمام. وانت بتابلود هنا برضه هنا في عملية الابلود هنا اهوت هيكون عندك هنا
بس ده هنا مناخد دوت دوت معايا دوت هنا ده هنا ريد ده هنا ريد تمام وده هنا غير ابلود على رايت كان جاي من اللوب برنس فما ينفعش ده خالص مكتوبها شيل ده كده ده هنا ده هنا ريد سلاش رايت وده برضه هنا ريد سلاش رايت تمام وانت هنا بتابلود هنا الفيديوز على الماتريز كيو ده رايت برضه السيرفر بس خلي بالك هنا لازم يكون عندك هنا اهوت حاجه زي الاي دبليو اس اس 3 هتعمل فيها هنا الرايت سيرفيس ديت هتعمل حاجتين هت ابلود المسج هنا هت ابلود الفايل او الفيديوز وال images تمام ايه اللي هيحصل هنا المسج كيو ده هنا اول حاجه هو هنا ايه هيروح يرفع هنا الاول في الاي دبليو اس 3 وبعد كده يكتب في المسج كيو بعد كده المسج كيو هيجي من الرايت سيرفيس عشان يبقى عنده اليور ال بتاع الاي دبليو اس 3 وبعد كده ياخد الرايت سيرفيس ده يكتبها فين؟ في الداتا بيز يبقى هنا ده كده احنا عايزين نقول ان الجزء بتاع ده هنا في حاجتين هي ابلود فيديوز وبعدين كمان لازم يحط هنا upload videos and return URL وهنا يبعث ال URL ده كده تمام بعد كده ياخد هنا في المسج كيو يحطه هنا في الرايت سيرفيس طبعا هيبقى موجود فيه هنا ايه الرايت الداتا بيز والرايت بتاع الداتا بيز ده هيبقى فيه ميتا داتا لمين؟ للفيديوز كله ككونتنت ك زي ما بنرفع الفيديوهات التاجز الكلام ده كله انا نسيت برضه احط في الفيديو التاجز ممكن يبقى فيه هنا تيبل للتاجز كمان بس انا نسيت احط انا موضوع التاجز ده تمام هنا الرايت سيرفيس وطبعا هنا خليني برضه اقول هنا اهوت هنا في هنا هنا خليه هنا ريد سيرفيس ان كان بقى ريدي بغير حاجه هنا ده كده هي موف هنا وده كده هي موف هنا تمام والباشا بتاع الريد سيرفيس ده نعمل ايه هروح يجيب من الكاش جيت data from cache ولو مش موجودة ياخد الداتا دي راح يجيب من if not in cache get from
database. تمام، خلي بالك برضو هنا ان الريد ريبليكا ده، ان احنا عايزين نعمل هنا داتا بيس يكون ليها هنا سمي ده هنا الماستر داتابيز، سمي ده هنا ريبليكا واحد، ريبليكا واحد، ريبليكا اثنين، ريبليكا ثلاثة. تمام، وطبعا هنا هنستخدم هنا ال الاسينكرونس ريبليكا. تمام بالشكل ده كده. وهنا بقى هنا ايه الكاش، هنا هيجيب بعض الميتا داتا، لكن برضو هنا هيكون في هنا مع الريبليكا ايا كان بقى الريدز من الريبليكا هنا. تمام، طبعا ده هنا الكاش هنا سيرفيس، هيروح يبص هنا بقى، هنا المفروض كان هنا المفروض ان الكاش هنا، هيروح يبص هنا على الريبليكا ده، او يروح هنا لو ما عنديش هنا ميموري يروح يبص على الريبليكا ده، او ما عنديش هنا يروح يبص على الريبليكا التاني. تمام، لو الريد سيرفيس هنا مش الموجود هنا، تمام، راح جيت من الكاش هنا اصلا اللي عندي او الريبليكا اللي موجوده عندي. تمام، طبعا هنا الكاش هنا ممكن يكون عندي بعض الميتا داتا مثلا زي اليوزر بروفايل، يعني انا في الكاش هنا ممكن يكون عندي هنا بكاش مثلا بعض اليوزر بروفايل مثلا، بالشكل ده كده. تمام، ففي الحاله ديت انا خلاص بكاش بعض اليوزر بروفايلز كانها كاش سيرفيس. تمام، اقدر اجيبها من الريبليكا، اقدر استخدم الميكانيزم بتاع اي كاش زي ما احنا ما قلنا. تمام، الريد سيرفيس بالشكل ده كده كحاجه رافل كده اللي انا شايفها. تمام، ال AWS 3 عشان ابلود الفايلات فيه، او الاوبجكت ستور بتاعي اللي هيبقى فيه الفيديوز والايمجز بتاعت الفيديوز نفسها. تمام، الكاش يوزر بروفايلز طبعا ده انا محتاجه عشان يوزر بروفايل، الريبليكا كده انا اللي هو الماستر داتا بتاعتي، انا هريبليكيت لبعض الداتا، بعض الميتا داتا زي الكاونت والديسلايك واللايكس الحاجات دي ممكن اعملها، ممكن استفيد كمان من الكاش اللي اقدر اجيب من الريبليكا نفسها. تمام، ده يعني ممكن ديزاين للجزء الخاص ب طبعا اليوتيوب. حاولنا نستخدم فيه الريبليكيشن والكاشينج والريد سيرفيس واللود بالانسنج والمسج كيو و الجزء الكاش ما بين، يعني جزء ما بين ال NTier Architecture. تمام، ده كان حاجة صغيرة، لو حبينا نصغر شوية تلاقيه بالشكل ده، طيب كده كده.
تمام. طبعا انا ممكن اعمل داونلود للجزء ده هنا كده، فانا هعمل اكسبورت للبتاع ده، وممكن انا نزلته بالشكل ده كده، هو بيبقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. يبقى احنا عملنا requirement، عملنا الباك اوف انفلوب، عملنا database design بشكل التابلز ده كده، عملنا الديزاين بتاع الداتابيز بالشكل ده كده. وبكده يبقى احنا عملنا طبقنا اغلب اللي احنا قلناه في اليوتيوب كروم. اتمنى ان شاء الله ان الكورس يعجبكم، واكون مبسوط بتعليقاتكم جدا، واذا اخطأت يعني فبيبقى سهوا او عدم تركيز. واتمنى لو في اي حاجه، اي حد وارد من الطبيعي الانسان يغلط، تمام، فاي حد ينبهني لو في اي حاجه. طبعا بعض الحسابات ما حسبتش على الاقل على قد ما اقدر، تمام. اي حد عنده اقتراحات اهتم جدا ان انا اشوف لايكاتكم وكومنتاتكم جدا على الفيديو ده، مهم جدا، لان كل ما تعمل لايكس او كل ما تعمل كومنتس بيحصل عمليه في السيرشنج، الفيديوز بيظهر للناس اكتر، تمام. أشكركم جدا، وأشكركم لتفاعلكم على الفيديوهات، وأتمنى إن أنا أكون بقدم حاجة مفيدة للناس، وربنا يجازي الجميع إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.